اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين، نرحب فيكم استديو التحليل لكاس اتحاد كره السله دور ربع النهائي. لكن على ما نتكلم عن ربع النهائي راح يقضي ضيوفنا الكابتن خالد الوهيب، مساك الله بالخير ويعطيك العافيه. الله يعافيك، فيك لاول مره اطلع وياك، انا كلب الملعب بس اليوم اول مره اطلع وياك بالاستديو. حياك الله يا كابتن. حياك دكتور عبد العزيز ضاري، هاي ثالث مره انا اطلع وياك ومساك الله بالخير، و ما شاء الله يعني اشوفك متالق، يعني سواء كنت يعني تحضر مباريات، يعني وين ما اروح اشوفك باليد بالقدم بالسله، ما شاء الله قمت تتابع حتى اللعبات الثانيه. مساك الله بالنور، وهذه الرياضه طبعا. نعم. احنا نحب نشوف كل الرياضيات مع التركيز طبعا على كره السله، لكن نعم. كجمهور احب اتابع اكيد كل الرياضيات سواء كره طائره او يد او سله. نعم. فدائما راح تشوفني متواجد. لا بس في اتجاه ثاني، انا اتوقع ان هذا تشعب بالرياضه اكيد الله يوفقك اذا في مجال ثاني. الله يوفقك يعني، حتى الكابتن خالد في بعد ان شاء الله يعني من المواهب الموجوده بعد ما كنتوا لاعبين تصيرون اداريين، والحين ان شاء الله تمثلون الاتحادات يعني بجميع الاماكن الموجوده بدوله الكويت. الله يسلمك ان شاء الله، اكيد ما في شك. وكابتن عزيز يعني ما شاء الله عليه مجتهد بزياده. نعم. عسى الله يوفقه، وبالعكس احنا نمسك يعني نصر على ايده ونشجعه انه اذا يبي يروح الاتحاد ولا الانديه الاخرى. نعم. ويتم على الرياضه، بالعكس هذا شيء وايد زين. احنا اليوم مباراه راح تكون بين الكويت وكاظمه الربع النهائي، ما في اليوم خروج المغلوب، يعني ما في القسمه ما تنقبل على اثنين يعني، بس يعني المباراه راح تكون بين الكويت وكاظمه. كاظمه احنا قاعد نشوف يعني كان الكويت وكاظمه الساعه 5:15، والمباراه الثانيه الجهره والقادسيه راح تكون الساعه 7:15. يعني كاظمه ما شفناه انتصر على الكويت بالجولات السابقه، ويعني بالقسم يعني نقول بالموسم هذا. يعني كابتن خالد يعني كاظمه ما شاء الله محير، يعني قاعد نشوفه عنده مستوى طيب، لكن قدام الكويت تتغير يعني نتائج نادي كاظمه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما في شك اليوم مباراه الكويت وكاظمه تعتبر من اقوى المباريات. نعم. في كره السله بشكل عام. صحيح. بالسابق كانت يعني المباريات المهمه كانت بين القادسيه والكويت. نعم. ويت فتره بين القادسيه وكاظمه كان. نعم. دائما القادسيه هو اللي دائما متصدر. نعم. واللي دائما عليه يعني مثل ما نقول فوكس بزياده، لانه هو كان متصدر البطولات. حاليا خذ الزمام نادي الكويت. نعم. بوجود طبعا لاعبين ما شاء الله والاداريين. صحيح. والجهاز الفني اللي موجود على هم. نعم. يعني كابتن يحيى البحر ما شاء الله عليه وجود هم له عامل قوي في مساعدته وشيل. نعم. رفع مستوى كرة السلة في نادي الكويت ما في شك. نعم. اعتقد يعني وتذبذب مستوى نادي كاظمة. نعم. لا تنسى ان مجهوده اللي لعبه في البطولات الخليج اللي شارك فيها، البطولات. صحيح. العربيه ايضا، المشاركات اللي شاركها الخارج بالكويت. نعم. هذه اكيد تاثر على مستوى اللاعب في اللياقه طبعا، في كثره المباريات، لان احنا كلاعبين كويتيين. نعم. ما عندنا هذه يعني ما تعودنا نلعب مباريات. نعم. يعني كثيره، لكن الحين نادي الكويت ما شاء الله عليه ونادي كاظمه يعتبر من الفرق اللي تشرفنا وقاعد تمثل الكويت. صحيح. خارج الكويت، فلذلك تلقاهم يعني مستواهم، يمكن ملاحظتك اذا هم تذبذب مستواهم لهذه الاسباب. قبل اروح دكتور عزيز نروح نعرض نتائج المباريات السابقه ونسولف عن الكويت وكاظمه. القرين واليرموك 77 97 هذه المباريات السابقه، يعني حتى نشوف القرين ما شاء الله يعني قاعد نشوف نادي القرين نادي برقان، يعني نتائج البرقان نادي القرين، يعني قاعد نشوف نوادي حديثه، لكن عندهم دكتور عز عندهم عناصر طيبه، عندهم محترفين على مستوى طيب. بالنسبه لنادي القرين تاهل للدور المقبل. نعم. راح ينتظر الفائز من الجهره القادسيه في الدور نصف النهائي. نعم. الفائز منهم راح يتاهل النهائي. بالنسبه لنادي اليرموك حقق لقب الدرجه الاولى وتاهل للدوري الممتاز. كانت مباراه صراحه حماسيه بين الفريقين. نعم. لكن شهدت بعض الظروف من قيام الحكم بطرد اكثر من لاعب خصوصا. صحيح. من نادي اليرموك، هذا يمكن عطى اريحيه لنادي القرين انه قدر يخلص المباراه بجوده المحترفين. نعم. اللي موجودين عنده، ايضا اللاعبين المحليين، فاكيد خبره القرين وإدارة لاعبين القرين للمباراة قدرت أن تسيطر على هالمباراة ويستحقون التأهل، إضافة إلى بقائهم في الدوري الممتاز. راح نكمل وياك دكتور عزيز، لكن راح نشوف تقرير مباراة اليوم اللي تجمع بين مباراة كاظمة والكويت، ونرجع نكمل حديثنا معاك دكتور عزيز مع الكابتن خالد.
تنطلق اليوم الأدوار النهائية لمسابقة كأس الاتحاد لكرة السلة للموسم الرياضي 2022-2023، وذلك على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي، حيث ستكون أول مواجهة وستجمع نادي الكويت بنظيره نادي كاظمة. وتعد هذه المواجهة بمثابة نهائي مبكر للبطولة، حيث يتطلع الكويت حامل لقب النسخة الماضية لإبعاد كاظمة لمواصلة مشواره نحو تحقيق اللقب 16 في تاريخه. وللحديث عن تفاصيل المواجهة ولتكن البداية مع حامل اللقب النسخة الماضية نادي الكويت، حيث سيدخل اللقاء ويعيش لاعبيه نشوة الفوز، وذلك بعد تحقيقهم لقب بطولة السوبر لغرب آسيا عن منطقة الخليج العربي بعد انتصارهم على نادي المنامة بنتيجة قوامها 95-85، مما سيضفي على الفريق روح الإيجابية والحماس لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو اللقب. وفي الجانب الآخر، يدخل السفير الكظماوي اللقاء قادما من انتصار صعب أمام نادي القادسية وبنتيجة قوامها 92-89، وتأهله إلى نهائي بطولة الدوري الممتاز بعد تقديمه مستوى مميز من قبل لاعبيه، حيث ستحاول كتيبة الصربي إيفان إقصاء العميد الكويتاوي ليكون الطريق أمامهم سهل لتحقيق لقب كأس الاتحاد. مواجهة تمثل قمة الأدوار النهائية لبطولة كأس الاتحاد. ومن الناحية النظرية، تميل كفة الترجيح اليوم للأبيض الكويتاوي كونه بطل النسخة الماضية وصاحب الكعب العالي في هذه المواجهة مع كاظمة. ولكن هل للسفير كلام آخر يبعد الكويت اليوم؟ هذا ما سنعرفه في الدقائق القليلة القادمة. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين عقب ما شفنا هذا التقرير اللي يجمع بين الكويت وكاظمة. كابتن دكتور عزيز ضاري، يعني ما شاء الله كاظمة والكويت، يعني ما شاء الله اللي قاعد نشوف حتى بالتقرير، يعني ما شاء الله الكويت على الورق الكويت وهو اجهز، لكن الكاس عكس الدوري. لكن انت اليوم شو تشوف؟ يعني نتكلم احنا بالارقام نتكلم ان الكويت كل يعني هو فايز على كاظمة، كاظمة ما ولا مرة فاز على الكويت، لكن اليوم الكاس خروج المغلوب، هل كاظمة راح يقدم شيء يمكن يعني يفاجئ فيه الجمهور؟ بالبداية مبارك لنادي الكويت حصوله على بطولة غرب آسيا عن زون الخليج بفوزه على المنامة البحريني، هذه البطولة يمكن الثانية اللي حققها على منطقة الخليج، تأهل الدور الثاني، فهذا إنجاز أكيد يسجل الرياضة الكويتية ومجلس إدارة نادي الكويت. أما بخصوص كاظمة والكويت، دائما يمكن الأفضلية تميل لمصلحة نادي الكويت، لكن نادي كاظمة قاعد يقدم مباريات جيدة، قاعد يفرق مرات فرق 20 ويرجع مرة ثانية. نادي كاظمة مو قادر يسيطر على أجواء المباراة، مو قادر يمسك السكور، على عكس خبرة نادي الكويت اللي يقدر يرد الفرق خلال 3 دقائق أو 4 دقائق. نادي كاظمة في بداية الموسم قدر أن يأخذ كأس السوبر وينتصر على نادي الكويت بنتيجة 102-94، يمكن هذه الخسارة الوحيدة اللي كانت من نادي الكويت ضد نادي كاظمة، أيضا خسر من نادي القادسية لكن ظروفها كانت مختلفة. نادي كاظمة يملك لاعبين متميزين، صالح الماجري يمكن اللي يسكر السلة بشكل كبير، نفس الشيء شايني ريكتور اللي يعتبر ماكينة تهديفية، بالإضافة إلى أحمد البلوشي وعبد العزيز الحميدي، عبد العزيز ريحان، عبد الله الابراهيم، يوسف برحمة اللي غايب صراحه الموسم ما هو بمستوى نهائيا، كان من الصفقات يمكن المكسب اللي كان من النادي العربي انتقل لنادي كاظمة، لكن هالموسم نهائيا ما كان في مستواه، نتمنى نشوفه اليوم. على عكس نادي الكويت يملك احتياط متميز، يملك لاعبين محترفين، ماركوس انتوني اللي يعتبر افضل محترف في الدوري الكويتي، بالاضافه الى كادي لالاني ومجموعه اللاعبين المحليين اللي كنا نذكرهم يمكن في كل مباراه، في كل مباراة تشوف في نادي الكويت نجم سواء تحت السلة أو في مركز صناعة اللعب. فمدرب نادي الكويت بيتر عارف شلون يتعامل مع المجموعة، عارف يوظف اللاعب الصح في الوقت الصح، وهذا يمكن أسباب نجاح نادي الكويت سواء بالجانب المحلي أو الدولي.
كابتن خالد وهيب، يعني راح نشوف مواجهات الفريقين ونتكلم عنها، يعني راح نتكلم عن مواجهات الفريقين ونعرضها ونسولف عنها انا وياك. يعني كان الكويت وكاظمه 95 كاظمه 109 الكويت، الكويت وكاظمه 86 كاظمه 107 الكويت، الكويت 106 92 كاظمه، الكويت 94 102 كاظمه، هذا تكلم عليه دكتور عبد العزيز. يعني كابتن خالد يعني مواجهه واحده. هم شوف هالموسم التقوا يمكن 5 مرات. نعم. بالدوري وبالسوبر وبالمربع الذهبي. نعم. هذا كله يعني، وهذه اليوم السادسه. نعم. كل المباريات يعني ترجح كفه نادي الكويت دائما، فوز واحد مثل ما ذكر كابتن عزيز، فاز بالكاس السوبر وكانت مباراه يعني ممتعه للفريقين امانه. اعتقد انا الكويت عنده الفرق بين الكويت وكاظمه البديل اللي هو الاحتياط، ما شاء الله. نعم. نادي الكويت يملك بديل جاهز دائما. صحيح. بمستوى اللاعب الاساسي اللي موجود بالملعب. نعم. لذلك لما يبدل المدرب يكون باريحيه اكثر ويعرف هو ان هذا اللاعب يقدر يغطي. نعم. مكان اللاعب الاساسي، بعكس نادي كاظمه اللي يفتقر الامانه للبديل. يعني اذا تكلمنا عن البوينت جارد، يعني احمد بلوشي مثلا اذا مسك مكانه عزيز ريحان ايضا ممتاز، لكن مو نفس المستوى مع احترامي لي يعني للاثنين، لكن يظل يعني ما يغطي مكانه كبوينت جارد. نعم. نادي كارما امانه توفق باللاعب الامريكي اللي هو شين راكتر. نعم. هذا اللاعب اللي ما شاء الله عليه يعني امانه مكسب لنادي كارما، بعكس انا ما يعني يمكن تكلمنا عن صالح الماجري. صحيح. لكن انا اشوفه صالح الماجري ما يصلح نهائيا حق الدوري، لا ما يصلح حق الدوري الخليجي. نعم. لان الدوري الخليجي يمكن يعني منظوم تغير. اي يعني هو يمكن لعب بالان بي اي، لعب برا. نعم. لعب اللي يصير. نعم. بس كمستوى، مع ان انا دائما اسميه حارس المرمى مال السله يعني. صحيح. في بطوله ما شاء الله. نعم. بس توقف تحت السله تاخذ كل شيء تسوي، لكن ما استفاد منه نادي كارما. نعم. ولا فاد نادي كارما أمانة. نعم. لكن نتمنى اليوم. نعم. تكون المباراة يعني بما أن خروج المغلوب. صحيح. نتمنى أن نشوف مباراة ممتعة على الأقل لآخر وبدون مشاكل. نعم. دكتور عبد العزيز ضاري، راح نشوف نتائج نادي الكويت الأخيرة ونتكلم عنها. يعني أعزائي المشاهدين، راح نشوف نتائج الكويت الأخيرة. يعني نادي الكويت ويا فريق المنامة 85-95، الكويت والجهراء 95-83، الكويت والجهراء هم 96-89، الكويت والقادسية 106-102، الكويت وكاظمة 109-95. دكتور عبد العزيز، اكيد هذه يمكن شهدت فوز الكويت في جميع المباريات باستثناء مباراه القادسيه اللي مثل ما قلنا لها ظروفها. كان نادي الكويت يحضر المباراه النهائيه ضد نادي المنامه. نادي الكويت قاعد يمر بفتره ضغط مباريات، يعني مثلا مباراه اليوم يوم الجمعة. صحيح. إذا حقق الانتصار اليوم راح يلعب يوم الأحد في الدور قبل النهائي. نعم. عقبها راح يلعب يوم الثلاثاء الدور النهائي، بعدين راح يرد يلعب نهائي الكاس. نعم. ضد نادي كاظمة يوم الخميس. نعم. فراح تكون المباريات بالأسبوعين القادمين بشكل. نعم. يوم وترك، فهذا أكيد راح يسبب إرهاق على اللاعبين. هذه بروفة لمباراة النهائي اللي راح تكون بين الكويت وكاظمة إن شاء الله بالأسبوع القادم. مباراة الكوس تختلف اختلاف كلي عن مباريات الدوري. الفريقين أكيد طموحهم الفوز اليوم والوصول للدور قبل النهائي. الفريقين يستحقون، قدموا مستويات متميزة سواء في الدوري المحلي أو في بطولة وصل الآسيوية. لكن بالنسبة للاعبين مثل ما قلنا، الفريقين يضمون لاعبين على مستوى عالي. المشكلة اللي أتوقع راح تواجه نادي كاظمة اليوم أن في مباريات الأخيرة قاعد يلعب بالمحترف ويليامز. في آخر 3 مباريات كان ويليامز هو اللي موجود، هو اللي قاعد يشارك. فجأة اليوم تواجد الكابتن صالح مجري. يمكن لعبت مع هاللاعب من أفضل اللاعبين، يمكن أختلف مع الكابتن خالد كون يمكن لعبت مع هاللاعب. طبعا رأيك هذا كابتن خالد، ما أقدر أحجر عليه، لكن أنا يمكن لعبت مع اللاعب شاين ريكتور، لعبت مع اللاعب صالح مجري، كانوا ثنائي جدا متميز. نادي لو تشوف المباراة الأخيرة نادي الكويت وكاظمة كان ضايق نادي الكويت بشكل كبير، لكنه ما استكمل المباراة. كان نادي كاظمة ماخذ الفرق تقريبا فرق 16 و 17 نقطة، لكن مدرب الفريق ما قدر يدير المباراة بالشكل الصحيح. نادي كاظمة يملك ويليامز، يملك صالح، لكن مشكلتهم انه ما قاعد يكونوا متواجدين بشكل دائم. لكن منظومة نادي كاظمة المتواجدة الآن لا تملك الأفضلية على نادي الكويت، لكن مباراة الكوس مثل ما قلنا تختلف اختلاف كلي عن مباراة الدوري. احنا راح نعرض احصائيات اللاعب نادي الكويت كادي، نعرضها ونتكلم عنها كابتن خالد الدكتور عبد العزيز. يعني شوف ما شاء الله 25 نقطة
صناعة النقاط ثلاثة، التقاط الكرة ثمانية، ما شاء الله يعني كابتن خالد. طبعا لالاني يعتبر من أفضل المحترفين في الدوري الخليجي هنا، الدوري الكويتي بلا شك ما في له منافس أصلا. صحيح. يعني برغم وجود مثلا لاعب أحمد الدويري اللي في نادي القادسية، أنا أتكلم عن سنتر اللي هو الطويل، برغم وجود أيضا صالح الماجري في نادي كارما، في نادي صليبخات ايضا عندهم، اقصد القرين عندهم اللي هو رقم 99 اذا اسمه اعتقد، يعني في سناتر، لكن يعتبر لالني امانه هو افضل سنتر موجود، وما شاء الله الكويت حتى ايضا ترى يعني حتى المحترفين بالنسبه حق الموجودين افضل المحترفين الموجودين يعني بالكويت النادي الكويت امانه. أعيد هالشيء صراحة، محترفين متميزين أكيد. صحيح. وفي شغلة ثانية يعني على كلام كابتن عزيز، صح أنا لما ألعب ويا صالح الماجري أنا كلاعب لما ألعب وياه أكيد مكسب، أنت قاعد تتكلم عن لاعب طوله مترين و12 سنتي أو 14 سنتي ما شاء الله، فأنت بالملعب حتى لو مالك شغل بتنفخ صدرك وبتمشي قدام العالم، ترى أنا وياي يعني لاعب، يعني يعتبر لاعب أكيد. صحيح. ما في شك، وأنا ما أقلل من قيمته كلاعب كمحترف هذا أكيد، لكن أنا قصدي كمستوى، أنت لاعب دائما تمثل نفسك وتمثل دولتك قبل لا تمثل ناديي وفريقي ككويت. صحيح. صحيح. فاللاعب يعني عليه علامات استفهام كمشاكل. هواش يعني أنت لاعب محترف، ما يصير التهاوش ويا لاعب أصغر منك أو أكثر منك، يعني يعني إحنا عندنا عيبة أن أنت طولك هالكثر وتتحرش بلاعب قصير، فهذه الاشياء اللي انا احط عليها. وهذا من ضمن كلامك كابتن خالد، يعني بنشوف نتائج كاظمه الاخيره، هذه النتائج بعد نشوفها على الهواء ويا اعزائي المشاهدين، يعني كاظمه 92 89 ويا القادسيه، 89 83 مع القادسيه، كاظمه 102 44 مع الشباب، كاظمه 95 109 مع الكويت، كاظمه 88 71 مع صليبخات، يعني حتى الفارق بالنقاط. بس كل هذا اللي ذكرتهم كل هالمباريات هذه ترى بدون صالح الماجري، صالح الماجري ما لعب. يعني صالح الماجري ما لعب في مباريات القوية إلا اليوم بوجود، لأنه كان مشارك في الدورة الخليج. صحيح. كان يحافظون عليه على أساس أنه كانوا منافسين في الدورة، وكنا أمانة نأمل أنه يكون النهائي أصلا بين الكويت وكاظمة، لكن ما حصل. فما لعب صالح الماجري ترى ما لعب ضد المباريات القوية، ضد القادسية والكويت. حتى مع الكويت المباراة الأخيرة اللي خسروا فيها ما لعب صالح الماجري، كان موجود قاعد برا البنش يعني. اليوم ان شاء الله انا اتمنى اني اشوف صالح الماجري واشوف ان المباراه تكون على الاقل منافسه يعني قويه ومباراه ممتعه حقنا احنا كمشاهدين وكمحللين لقناه الكويت سبورت. يعني دكتور عبد العزيز ضاري يحب اللاعب نادي كارما، شين يعني صراحه تحبه يعني حتى احصائيته حلوه، يعني شوف احصائيته صحيح صراحه جدا متميز. انا بك تتكلم انت عن نادي القادسيه، النقاط 21 نقطه، اسيست 2، ريباوند 4، وهذا مسكوره لاعب جدا هادي. ما انا عشان شيء اعطيتك اياه، لا لاعب هادي ويحط السكور اللي تبيه وما يسوي مشاكل، وتشوف الاسيست عنده وتشوف هدوءه، لما تشوف الساعه راح تشوف حاط 30 و35. شو اللي يعجبك 40 نقطه هدوءه، ويعرف شلون يدير الملعب، يعرف متى يشوت، يعرف يلعب متى يلعب باص، يعرف يحتوي اللاعبين. مو من كان ودك لما تكون انت لاعب كنت تلعب وياه؟ لعبت، انا لعبت وياه ولعبت مع صالح الماجري ولعبت مع، بس كنت ودك تكمل اكثر يعني. والله شوف كلاعب هو كان هداف الدوري السعودي لما تعاقد مع نادي الجهرة، وبعد هالشيء تعاقد مع نادي كاظمة، جدا مكسب لنادي كاظمة، قاعد نشوف أداءه في كل المباريات على مستوى عالي. صالح المجري يمكن لظروف الإصابة شوي بالقدم هي اللي يمكن ما خلته يشارك في أغلب المباريات، لكن محترفين نادي كاظمة بعد استغنائهم عن أفضل لاعب كان عندهم محترف، تم استبداله باللاعب شاني ركتور، جدا مكسب للفريق، راح نشاهده سواء في الكأس أو في مباريات دور النهائي أكيد. كابتن خالد يعني إحنا نقول ربع النهائي، وربع النهائي كله يكون صعب على الفرق، سواء اكثر شيء يكون الفرق الكبيره، الفرق الكبيره لما تواجه الفرق احنا نقول المتوسطه او الصغيره يصير عندها ضغط عالي، خاصه الفريق اللي حاصل على الالقاب موسم ورا موسم موسم ورا موسم، نفس ما قال الدكتور عبد العزيز الضاري، خاصه لما انت تشارك برا وترجع يكون عليك ضغط اكثر. فاليوم نادي الكويت اعتقد انه راح يكون مرهق، يكون عليه ضغط اكثر، ولا يكون البطولة اللي خذاها نفس ما تفضل كابتن عزيز يعني تعطي معنويات؟ طبعا هذا اكيد، هو جاي اليوم انتشي يعني جاي فايز على البحرين وماخذ بطولة الخليج، وهو بطل الخليج ما شاء الله عليهم يعني، وعندهم مثل ما ذكر يعني من ساعة ذكرنا
ان عندهم بطولات، يعني اقصد مباريات قويه الاسبوع نعم. القادم راح تكون متتابعه نعم. فاكيد المدرب ما شاء الله يمكن انا قلت عنده البنش حاضر نعم. فما راح يتعب، مو مثل يعني نادي ثاني مثل الكاظمه او القادسيه لانه ما عنده البديل راح يتعب، لكن نادي الكويت لا ما شاء الله عنده 12 لاعب نعم. وغير الثلاثه اللي قاعدين برا يعني اللي مو مسجلين صحيح. كلهم بنفس المستوى وجاهزين يعني جاهز حق المباريات هذه، فما اعتقد راح يكون عنده مشكله نادي الكويت في من الناحيه هذه. يعني الدكتور عبد العزيز طارق توقعاتك يعني قبل لا ننزل ارضيه الملعب يعني الكويت وكاظمه، احنا كل ما نشوف الكويت وكاظمه نستانس يعني بالمباريات اللي موجوده وكره السله. اكيد راح تكون مباراه حماسيه، الفريقين يملكون لاعبين خاصه كاظمه محتاج الكويتي اكيد عند الحميدي هو يمكن العنصر الفعال نادي كاظمه، احمد البلوشي محتاج انه يكون متواجد اليوم ويوسف برحمه بشكل اكبر مثل ما كانوا متعودين صح. عليهم. نادي الكويت يملك البديل، لما تشوفه في مباراه الدور النهائي لعب اللاعب يوسف حمدان كجانب دفاعي، بعض المرات تشوفه يلعب اللاعب عبد العزيز رمضان كجانب دفاعي، فمدرب نادي الكويت راح يحط اللاعب اللي يحتاجه حسب ظروف المباراه، لما يشوف خطوره من اللاعب شاين ركتر ممكن تشوف يوسف حمدان في التشكيله الاساسيه، في مباراه ما تشوف يوسف، فالمدرب الفريق عارف شلون يوظف لاعبينه بالشكل الصحيح، صار له اكثر من سنه مع نادي الكويت يملك الاستقرار الفني والاداري، اكيد هذه راح تكون عوامل تعطي افضليه لنادي الكويت، لكن نادي كاظم ايضا له حق مشروع بالفوز اليوم والتاهل. توقعات كابتن خالد ربع الاول والثاني؟ والله شوف الاول والثاني راح يكون يعني سكور متقارب نعم. ما راح تبين النتيجه الا الكوارتر الرابع يعني. الرابع اي نعم يعني حتى الثالث ما راح يكون في ضمان يعني. لا 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 هو مباريات الكاس دائما مختلفه عن الدوري نعم. الكاس ما في مجال انك تصلح خلاص، حتى المدربين واللاعبين يكون جاهزيتهم تختلف عن الدوري. دكتور عزيز بالتوفيق للفريقين واتوقع افضليه لنادي الكويت على نادي كاظمه. ننتقل لمعلقنا واستاذنا علي الشطي لتعليق على مجريات المباراه كويت وكاظمه، صوت الصوره لك. الرحيم علي الشطي يحييكم من صالة الاتحاد الكويتي لكرة السلة مجمع الشيخ سعد العبدالله لأنقل لكم مباراة نادي الكويت ونادي كاظمة ضمن بطولة كأس الاتحاد لكرة السلة للموسم الرياضي 2022-2023 اليوم الجمعة 19/5/2023 مباراة الكويت وكاظمة. راح نقول لكم طبعا أسماء اللاعبين في أقرب وقت في الوقت المستقطع. بداية طبعا حكام مباراة اليوم، حكم أول حافظ الحلبي وحكم ثاني جراح جمعان والحكم الثالث مسبر رشيدي. بداية المباراة والكرة مع كاظمة، البلوشي أحمد البلوشي لصالح الماجري، الماجري مع الكرة يحاول يحط له ثلاثية، الماجري ما يسجلها، يأخذها محمد عدنان، محمد يمرر إلى إلكسندر الغيص، مرة ثانية إلى لالاني وما يسجلها، يأخذها اللاعب ريكتور شان مع الكرة، اللاعب الأمريكي لاعب نادي كاظمة، ريكتور إلى عبد العزيز الحميدي، الحميدي مرة ثانية إلى الماجري، تمريرات للاعبين نادي كاظمة، عبد الله إبراهيم إلى ريكتور شان يحاول يمر يحاول يسجل ريكتور وما يسجلها ويأخذها مرة ثانية، وهجمة سريعة نادي الكويت تحت السلة لالاني وفي فاول واضح على عبد الله ابراهيم، فاول حكم الدولي السوري حافظ الحلبي يقول في فاول شوف هني هذا لالاني، لكن شوف عبد الله ابراهيم فاول واضح، قرار الحكم سليم وفي رميتين لفريق نادي الكويت الرياضي. الكويت بطل الخليج وبطل العرب وبطل غرب آسيا، فريق حقيقة متمكن ومتميز فريق نادي الكويت الكويتي، واللالاني يسجل أول نقطة، كادي لالاني يسجل النقطة الأولى، راح يرمي الرمية الثانية واللالاني يسجل أيضا الرمية الثانية، سجل الرمية الثانية، كرة مع البلوشي نادي كاظمة باللون البرتغالي واللون طبعا الأبيض نادي الكويت، والكرة مع صالح الماجري لاعب التونسي، الماجري حاول يمرر إلى البلوشي مرة ثانية حاول يحطها ثلاثية، عبد الله إبراهيم ما يسجلها، هجمة لماركوس أنتوني
تمريرات سريعة، ماركوس يحاول يحط له ثلاثية وما يسجلها وياخذها الماجري. صالح الماجري إلى البلوشي، أحمد البلوشي إلى عبد الله إبراهيم، عبد الله، عبد الله إبراهيم، كاظمة مع الكرة. مباراة الكاس، المغلوب راح يطلع برا واللي راح يفوز راح يكمل. من اللي راح يطلع ومن اللي راح يكمل في كاس الاتحاد وحمد عدنان، وتضيع من حمد وياخذها الماجري. هجمة سريعة لكاظمة، ريكتور شان، ريكتور يحاول يمرر البلوشي إلى عبد الله إبراهيم ويحط له ثلاثية. عبد الله إبراهيم يحط له ثلاثية حلوة، عبد الله إبراهيم وثلاثية حلوة لفريق نادي كاظمة، والغيس ما يسجلها وياخذها ريكتور شان. ريكتور راح نشوف مباراة حلوة، مباراة قوية، لأن هاي مباراة الكاس، المغلوب راح يطلع برا، من اللي راح يودع؟ كاظمة أو الكويت؟ في فريق راح يودعنا اليوم في بطولة الكاس، كاظمة أو الكويت؟ كرة مع ماركوس أنتوني، ماركوس أنتوني يمرر، تمريرات من لاعبين نادي الكويت، ولالاني، لالاني، وأيضا كرة ضايعة من لالاني وياخذها أحمد البلوشي، البلوشي ساحر كرة السلة الكويتية. أحمد البلوشي مع الكرة، البلوشي حاول يمرر إلى عزيز الحميدي، عزيز إلى الماجري ويشيلها، لكن في فاول، فاول على لالاني، فاول هذا حمد عدنان، وهذا الحكم الدولي السوري حافظ الحلبي في رميتين، رميتين للماجري. شوف شوف هني تمريرة حلوة من الحميدي إلى الماجري، لكن في فاول، فاول واضح على كودي لالاني، جزاء الفاول رميتين. الرميات الحرة مهمة يا الماجري، الماجري وتضيع الرمية الأولى. الرميات الحرة مهمة، وخصوصا احنا حين في مباراة الكاس ومع نادي الكويت، يا الماجري يسجل الرمية الثانية، الماجري يسجل الرمية الثانية، والكرة مع الكسندر إلى حمد عدنان مرة ثانية تحت السلة، وفي فاول، فاول ايضا، فاول على عبد الله ابراهيم، هذا عبد الله ابراهيم، الفاول الثاني، الفاول الثاني على عبد الله ابراهيم، ورميتين، رميتين، حكم الدولي السوري حافظ الحلبي، وفي تغيير على طول. شوف المدرب بعد ما شاف انه في فاولين لازم يبدله، راح ينزل برحمه، يوسف برحمه مكان عبد الله ابراهيم، وهذا ماركوس انتوني. الرمية الأولى، الرميات الحرة مهمة، ماركوس يسجل الرمية الأولى، أول نقطة له ماركوس، ثلاث نقاط الكويت سجلهم لحد الآن عن طريق الرميات الحرة. الرمية الثانية ماركوس انتوني، والرمية الثانية ويسجل، يسجل أربع نقاط للكويت عن طريق الرميات الحرة. كرة مع ريكتور، ريكتور شان، ريكتور مع الكرة، كاظمة، كاظمة يحاول يمرر، ريكتور يمرر إلى 14 عبد الله، 14 تحت السلة ويحط له نقطتين حلوة. شوف يحط له نقطتين، برحمة، برحمة يوسف، يوسف برحمة يحط له نقطتين وأيضا ثلاثية. محمد عدنان، محمد عدنان الجنرال، الجنرال يحط له ثلاثية حلوة لفريق نادي الكويت. مباراة مثل ما احنا شايفين، مباراة حلوة قوية. ريكتور إلى صالح الماجري، الماجري يحاول يمر وعلى السلة الضيع، ياخذها مرة ثانية ماركوس انتوني، وكرة يقطعها منه ريكتور شان، ريكتور مع الكرة، ريكتور، ريكتور شان إلى البلوشي، أحمد البلوشي وتضيع الماجري، وفي فاول، 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 فاول واضح، فاول واضح على لاعب نادي الكويت. حكم جراح جمعان، جراح جمعان، وأيضا مسفر الرشيدي، وطبعا عندنا لجنة الإحصاء الدكتور عيسى لدرويش وفايز حربي وطلال العويد. لجنة الإحصاء لجنة مهمة تعطينا طبعا الفاولات وعدد النقاط لكل لاعب،
يعني لجنة حقيقة مجهودها كبير في كل مباراة. وهذا هني فاول على حمد عدنان، فاول على حمد عدنان. وأيضا الحكام اتجهوا إلى يشوفون طبعا الكرة، يشوفون اللقطة هل فيها فاول متعمد. الايرلس اتجهوا إلى الايرلس وراح يحددون هل في فاول متعمد على حمد عدنان أو فاول عادي. طبعا فاول متعمد يختلف عن الفاول العادي، لأن اللاعب اللي يعمل اثنين فاول متعمد راح يطلع برا ما راح يكمل. حكمني صفقر يقول في فاول متعمد، فاول متعمد جزاء. ايضا الفاول المتعمد رميتين واستحواذ، يعني كاظمة راح يرمي الرميتين الرميات الحرة، وايضا راح تكون الكرة لمصلحة نادي كاظمة. الماجري الرمية الاولى، صالح الماجري ويسجل، يسجل الماجري الرمية الاولى، سجل نقطتين الماجري لحد الان. الرمية الثانية صالح الماجري ويسجل ايضا الماجري الرمية الثانية، وايضا الكرة لمصلحة نادي كاظمة. كرة لكاظمة لبلوشي، لبلوشي مع الكرة، حاول يمر لبلوشي الى عبد العزيز الحميدي الى برحمة، ما يسجلها برحمة، ياخذها مرة ثانية. فريق نادي الكل، محمد عدنان، وتطلع الكرة، تطلع الكرة اوت لمصلحة فريق نادي كاظمة. الماجري حاول يمرر الى احمد البلوشي، البلوشي مع الكرة، احمد البلوشي يمرر الى يوسف برحمة، برحمة يحاول يمر على السلة، برحمة الى ريكتور وما يسجلها ويأخذها مرة ثانية. ماركوس انتوني يمرر، وهجمة سريعة، الكسندر الغيص، الكويت مع الكرة، الكسندر الى حمد عدنان، حمد عدنان يحاول يمرر، حمد عدنان، الكويت مع الكرة. 4:35 على نهاية الربع الأول من المباراة، وماركوس انتوني ويحط له نقطتين. ماركوس انتوني كرة مع ريكتور شان، البلوشي من اللي راح يفوز اليوم، من اللي راح يكمل في بطولة الكاس، ومن اللي راح يودع بطولة الكاس. والماجري وفي فاول، هذا صالح الماجري في رميتين. حكم الدولي السوري حافظ الحلبي يقول في فاول ورميتين. الماجري صوب، تشوف 4 تصويبات على الرميات الحرة، فاول على محمد عدنان، وفي عندهم كاظمة رميتين. الماجري 4 رميات ضيع رمية واحدة وسجل ثلاث، وحين عنده رميتين الماجري، والرمية الأولى تضيع من الماجري، تضيع من صالح الماجري، وراح يرمي الرمية الثانية. الرميات الحرة مهمة، الماجري صالح الماجري ويسجل الرمية الثانية. صالح الماجري رمى مع الكسندر الغيص مع الكرة، أليكس يمرر إلى لالاني على السلة، لالاني والضيع، ياخذها الماجري. حلوة، دفاع قوي من صالح الماجري، ولحد الآن الماجري قاعد يقدم مباراة حلوة، وكرة مقطوعة، لالاني إلى أليكس مرة ثانية، وفي فاول. ماركوس انتوني عنده رميتين. ماركوس انتوني، حكم الدولي السوري حافظ الحلبي يأشر يقول في رميتين عن طريق اللاعب الأمريكي ماركوس. شوف تمريرة سريعة من أليكس إلى ماركوس، وفي رميتين. ماركوس الرمية الأولى يسجل الرمية الأولى. ماركوس لحد الآن 3 رميات مسجل الثلاث، هذا ماركوس انتوني.
سجل 5 نقاط. الرمية الثانية ماركوس أنتوني وسجل أيضا، سجل ماركوس أنتوني. كرة مع برحمة، 11 الكويت 7 كاظمة، 3 دقائق و32 ثانية على نهاية الربع الأول من المباراة. ريكتور شان، ريكتور مع الكرة يحاول وعلى السلة وتضيع، يكملها ياخذها برحمة، يوسف برحمة إلى عزيز الحميدي، وفاول فاول 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 على حمد عدنان، فاول هذا عبد العزيز الحميدي، وفي فاول على حمد عدنان. شوف مخرجتها طبعا كوثر عباس، ونشوف الكرة، شوف الكرة هنا مرة ثانية، فاول على حمد عدنان، هني هني الفاول، هني الفاول على حمد عدنان. ترى وفي تغيير راح ينزل تركي الشمري، تركي مكان حمد عدنان، تركي مكان حمد. هذا الحكم الدولي السوري حافظ الحلق، رفاول تحت سلة نادي الكويت. البلوشي حاول يمرر إلى، في فاول على تركي، فاول على تركي الشمري، فاول راح يكون جزاء الفاول رميتين. الكويت عليه أكثر من 4 أخطاء، عليه أكثر من 4 فاول، راح يكون جزاء أي فاول رميتين في آخر 3 دقائق و14 ثانية من الربع الأول. الحميدي عزيز الضيع، الضيع الرمية الأولى، عبد العزيز الحميدي راح يرمي الرمية الثانية. عزيز يا عزيز الرمية الثانية يسجل، عبد العزيز الحميدي يسجل الرمية الثانية. تركي الشمري، تركي إلى الغيس، الغيس مرة ثانية إلى ماركوس أنتوني، دفاع من ريكتور شان، ماركوس، ماركوس على السلة والضيع، ياخذها برحمة، يوسف برحمة إلى أحمد البلوشي، البلوشي مع الكرة، أحمد البلوشي يمرر إلى ريكتور شان، ريكتور على السلة، الحكم يقول في مخالفة المشي، في مخالفة المشي، في مخالفة المشي. شوف هذا ريكتور يقول حق الحاكم ما فيها شيء، يقول حق الحاكم ما فيها شيء، لكن بالنهاية القرار النهائي عند حكم المباراة، حكم المباراة هو صاحب القرار النهائي، هو ألكسندر الغيص. أليكس مع الكرة إلى تركي الشمري، تركي يحاول مرر إلى كودي لالاني، لالاني لالاني، ودفاع من الماجري إلى تركي الشمري، تركي إلى لالاني، دفاع من الماجري وعلى السلة ويحط له نقطتين. لالاني كادي، كادي لالاني يحط له أيضا نقطتين للكويت الكويتي. الماجري مع الكرة، 13 الكويت 8 كاظمة، كرة مع عبد العزيز ريحان، عزيز إلى الماجري حاول يحط له ثلاثية، الماجري والضيع، ياخذها تركي، تركي الشمري مع الكرة، تركي إلى ألكسندر الغيس، أليكس يحاول يمرر مرة ثانية إلى لالاني، كودي لالاني يحاول يحط له نقطتين، كرة قصيرة من لالاني ياخذها البلوشي، البلوشي إلى ريكتور شان، ريكتور مع الكرة، ريكتور شان حاول يمر، ريكتور على السلة والضيع، ياخذها مرة ثانية وهجمة سريعة لالاني، ودانك حلو، حلوة كادي، كادي لالاني دانك حلو، تمريرة حلوة من الغيص، حلوة تمريرة حلوة. شوف 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 هنا هذا أليكس يمرر تمريرة سريعة إلى كادي لالاني اللي يسجل نقطتين، ودانك حلو من كادي لالاني، البلوشي يمرر، تطلع الكرة أوت، تطلع الكرة أوت، أوت 15 الكويت 15 و8 كاظمة، 15 الكويت 8 كاظمة. طبعا السكور اللي على الشاشة بدال 13 15 نقطة الكويت 8 كاظمة. ريكتور شان، ريكتور ما يسجلها، ياخذها التركي الشمري، مرر الى الكسندر الغيص، تمريره مره ثانيه اليكس الى لالاني، لالاني مع الكره، ماركوس انتوني
ماركوس مع الكرة يا لالاني لالاني وضيع من لالاني وياخذها البلوشي احمد البلوشي إيه اخر 38 ثانية وحاول يحط له ثلاثية وما يسجلها وهجمة لفريق نادي الكويت في اخر 30 ثانية ماركوس مع الكرة ماركوس 15-8 الكويت متقدم محمد عدنان وتضيع ياخذ هالماجر وتطلع الكرة تطلع الكرة اوت لمصلحة نادي كاظمة في اخر 18 ثانية اخر 18 ثانية من الربع الاول من المباراة البلوشي مع الكرة احمد البلوشي كاظمة كاظمة مع الكرة المخالفة كرة لمصلحة كاظمة هذا الغيس الكسندر الغيس في آخر 8 ثواني شوف الكرة هني لمست ريل ألكسندر الغيص الكرة لمصلحة نادي كاظمة في آخر 8 ثواني يقدر يحط له نقطتين أو 3 كاظمة في هالـ8 ثواني وصالح الماجري وكرة قصيرة وهجمة سريعة للكويت وتمريرة لالاني والحكم يصفر حكم يصفر يصفر لكن هل في فاول حكم راح يحسب فاول ولا انتهى الربع الاول خلينا نشوف الكره هني مره ثانيه شوف هني الفاول هني الفاول على صالح الماجري فاول على صالح الماجري وايضا الحكم مسفر الرشيدي متجه على طاوله الحكام والمراقب خلينا نشوف شنو القرار اللي راح يتخذه الحكم فاول فاول على صالح الماجري فاول فاول في اخر ثانيه في اخر ثانيه وفاول تحت سله النادي كاظمه تحت سله نادي كاظمه كره مع الكويت كره مع الكويت يقدر الكويت في هالثانيه يسجل نقطتين في نهايه الربع الاول من المباراه كل شيء يصير يعني على طول يعطي الكرة وعلى طول يصوب على السلة ممكن يسجل نقطتين أو 3 خلينا نشوف في الثانية الأخيرة من المباراة كرة تمريرة إلى ماركوس حاول يحط له ثلاثية ويصفر يصفر الحكم معلن عن نهاية الربع الأول من المباراة 15 الكويت 8 كاظمة 15 الكويت 8 كاظمة طبعا هنقول أسماء لاعبين فريق نادي الكويت اليوم يوسف الحمدان رقم 0 3 ألكسندر الغيص 5 حمد عدنان 6 سهو السهو 9 ترك الشمري 10 فهد الضفيري 12 عزيز محمد 20 عمران جوهر 21 محمد عدنان 25 كادي لالاني و 75 علي الهدهود و94 ماركوس انتوني ومدرب الفريق الألماني بيتر شومرز ومساعد مدرب يحيى البحر مشرف الفريق فلاح فرحان إداري الفريق جعفر راشد ومدير الفريق بدر العصيمي أما يمثل فريق نادي كاظمة اليوم اللاعب رقم 2 عبد العزيز البغدادي 3 عبد العزيز ريحان 5 أحمد البلوشي 6 عبد العزيز 12 عبد العزيز الحميدي 15 محمد الوراد 17 ركتور شان 21 عبد العزيز الفضلي 14 عبد الله ابراهيم 34 يوسف برحمه 44 نواف الضفيري 50 صالح الماجري 77 حمد الفارس مدرب الفريق الصربي بانيا مساعد مدرب سعد الضامر والاداري علي العنزي مدير الفريق خالد النجم حكام مباراه اليوم حكم اول الحكم الدولي السوري حافظ الحلبي وحكم ثاني جراح جمعان حكم ثالث مسف الرشيدي مسجل مباراة شيخ الخالدي ومساعد مسجل مشاعر العبيد وميغاتي عيد الشمري ومراقب المباراة عيسى الحمد هاي بالنسبة لي الحكام اليوم انتهى قلنا الربع الأول لمصلحة فريق نادي الكويت مباراة حلوة لحد الآن مثل ما احنا شايفين كل فريق يفوز اليوم في المباراة ويصعد للدور الثاني مع
من اللي راح يفوز؟ الكويت أو كاظمة؟ من اللي راح يكمل مشواره في كأس الاتحاد للموسم الرياضي 2022-2023؟ بداية الربع الثاني. بداية الربع الثاني والكرة لمصلحة نادي الكويت. تركي الشمري. تركي مع الكرة يمرر إلى ماركوس أنتوني. ماركوس إلى لالاني كادي لالاني. دفاع قوي من صالح الماجد وفيه مخالفة المشي. دفاع من صالح الماجر لحد الآن حقيقة دفاع قوي. صالح الماجر قادر يحد من خطورة الأمريكي كادي لالاني مسجل 6 نقاط. كادي لالاني والماجري مسجل 4 نقاط. والكرة مع ريكتور شان. ريكتور إلى عبد العزيز ريحان. عزيز وفي فاول على هذا التركي. فاول شوف الكرة هني مرة ثانية هني فاول على تركي الشمري. الفاول الثاني على تركي والكرة لفريق نادي كاظمة تحت سلة الكويت في بداية الربع الثاني. عبد العزيز ريحان يمر إلى ريكتور. ريكتور شان يحط له ثلاثية. ريكتور أول 3 نقاط يسجلهم ريكتور شان في الربع الأول، ما سجل ولا نقطة. ريكتور شان يمرر مرة ثانية الهدهود إلى القيس ويحط له ثلاثية. أليكس أيضا أول 3 نقاط يسجلهم أليكس ألكسندر القيس لاعب نادي الكويت. الربع الأول ما سجل ولا نقطة، سجل في الربع الثاني والكرة مع ريكتور. ريكتور شان على السلة وتضيع وياخذها ماركوس إلى تركي. تركي إلى ألكسندر. إلى تركي حاول يمر لكن ريولة على الخط. ريولة لامس الخط. تركي الشمري. هذا تركي، هذا الداهية وأيضا هذا المدرب بيتر شومرز الألماني. 18 الكويت 11 كاظمة. ريكتور شان مع الكرة. كاظمة حاول يمرر إلى يوسف برحمة على السلة. يوسف يحط له نقطتين حلوة. يوسف برحمة أيضا يحط له نقطتين لفريق نادي كاظمة. وأليكس يحاول يحط له ثلاثية الغيص يا الغيص. ألكسندر الغيص يحط له ثلاثية حلوة. أليكس يحط له ثلاثية للكويت. وريكتور شان وأيضا يحط له نقطتين. ريكتور لاعب خطر لاعب نادي كاظمة الأمريكي. ريكتور شان وأيضا شوف الله ماركوس أنتوني. أيضا ماركوس أنتوني يحط له أيضا ثلاثية حلوة لفريق نادي الكويت. ولعت المباراة، ولعت. من اللي راح يفوز؟ من اللي راح يطلع؟ من اللي ما راح يقدر يكمل في بطولة الكاس؟ مباراة حقيقة نهائي مبكر بين كاظمة والكويت. فاول لمصلحة نادي الكويت. فاول للكويت. 7 دقائق و30 ثانية على نهاية الربع الثاني. وهني شوف الفاول. فاول على عبد العزيز. فاول على الحميدي والكرة مع تركي. تركي إلى ألكسندر القيس. تمريرة حلوة. الله حلوة. لالاني كادي لالاني ودنك حلو وتمريرة حلوة. شوف التمريرة. شوف تمريرة ألكسندر الغيص. هاي سلام عليك، يا سلام عليك يا أليكس. وتمريرة حلوة إلى كادي لالاني اللي يحط له أيضا دنك حلو لمصلحة الكويت. وأيضا في رمية حرة لالاني والرمية الإضافية. وأيضا لالاني يسجل الرمية الإضافية. 10 نقاط مسجل لالاني وفي وقت مستغطى.
يطلبه مدرب نادي كاظمة الصربي بانيا. وقت مستقطع، مباراة لحد الآن حلوة، قلنا مباراة الكاس، اليوم مباراة الكاس، اليوم الجمعة 19/5/2023 الكويت وكاظمة في بطولة كأس الاتحاد، خروج المغلوب، خروج المغلوب، من اللي راح يفوز ويكمل ومن اللي راح يخسر ويطلع من بطولة الكاس. أيضا عندنا بطولة الدوري لحد الآن ما خلصت، بطولة الدوري كاظمة والكويت أيضا موجودين في بطولة الدوري، هم من الفرق الأربعة المربع الذهبي، طبعا كاظمة والكويت والغاتسية والجهرة في المربع الذهبي راح يلعبون، هم كل فريق يلعب مع الفريق الثاني ثلاث مباريات، اللي يفوز في مباراتين عن جانب من لقطات المباراة مع مخرجتنا كوثر عباس، وخلونا مع هاللقطات الحلوة. انتهى الوقت المستقطع اللي يطلبه مدرب نادي كاظمة فانيا، كرة لكاظمة، عبد العزيز ريحان، عزيز إلى ريكتور، ريكتور شان برحمة تحت السلة، الحميدي حلوة تمريرة، حلوة تمريرة حلوة من عبد من يوسف برحمة إلى الحميدي، عبد العزيز الحميدي حط نقطتين، شوف بعد ما صار تحت السلة عبد العزيز الحميدي، وثلاثية، ثلاثية، شوف تركي الشمري أول ثلاثية وأول ثلاث نقاط للداهية، تركي الشمري، شوف بعد ما صار تحت عبد العزيز الحميدي معاه اللي ماسكه كان تركي، على طول عطاه باص تحت السلة لأن نسبة الطول، والماجري حط له نقطتين، صالح الماجري حلوة، يا الماجري يحط له أيضا نقطتين، صالح الماجري لكاظمة، والكرة مع للاني إلى القيس، القيس الكسندر، كرة مقطوعة، تطلع الكرة، تطلع الكرة أوت لمصلحة نادي الكويت. هذا ريحان، هدهود إلى الكسندر، الكسندر القيس إلى للاني، للاني وتضيع، ياخذها مرة ثانية وتضيع، ومرة ثالثة مع الكويت، الهدهود إلى تركي، تركي تحت السلة إلى لالاني، حاول لالاني، وكرة مقطوعة من الماجري إلى الحميدي، عزيز كرة حلوة من الماجري، يقطع كرة حلوة، وفي فاول، في فاول على لالاني، فاول، فاول على لالاني، والحكم جراح، جراح جمعان يقول في فاول على لالاني، فاول لمصلحة نادي كاظمة، فاول لكاظمة، رميتين، في رميتين، سلامات لصالح الماجري، سلامات صالح الماجري لتغيير، إذا في تغيير طبعا اللي راح ينزل هو اللي راح يصوبه، مسفر الرجلي، وهذا في تغيير، هذا لالاني، كودي لالاني طلع ونزل مكانه علي الهدهود، علي الهدهود موجود، ونزل مكانه عمران جوهر، عمران الماجري، صالح الماجري، والرمية الأولى تضيع، تضيع الرمية الأولى من الماجري، تضيع الرمية الأولى، الماجري مضيع ثلاث رميات حرة لحد الآن، الماجري الرمية الثانية، صالح الماجري يسجل، يسجل صالح الماجري الرمية الثانية، سبع نقاط مسجل لحد الآن الماجري، الهدهود إلى تركي الشمري، تمريرة إلى عمران، عمران وحاول يأخذها، وفي فاول، 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 هذا عمران جوهر، عمران جوهر المرعب، المرعب عمران جوهر،
قاعد يقدم حقيقة مباريات حلوة في بطولة غرب آسيا، بطولة وسط بطولة غرب آسيا. طبعا نادي الكويت هو اللي يشارك لحد الآن، هو مكمل في هذه البطولة. عمران جوهر الرمية الأولى يسجل، عمران جوهر يسجل الرمية الأولى، راح يرمي الرمية الثانية. المرعب يا المرعب عمران جوهر، والرمية الثانية عمران، ويشيلها الماجري وضيع، ضيع من عمران. كرة مرة ثانية مع فريق نادي كاظمة، عبد العزيز ريحان على السلة وضيع. الماجري يحاول على السلة ياخذها مرة ثانية، وفي فاول، فاول الحكم يقول في فاول متعمد. شوف قرار الحكم، شوف الكرة هني مرة ثانية جتنا كوثر، خلينا نشوف الكرة مرة ثانية. شوف هني ركترشان ضاعت من الكرة، أخذها الماجري، هني ضاعت من الماجري أخذها مرة ثانية. حكم هني صفر فاول على الماجري. شوف هني بعد ما ضاعت الكرة، شوف إيد الماجري هني هني، طبعا ما كان قاصد حقيقة، ما كان متعمد ولا إنه هو قاصد الماجري، انزلت إيده بس على على اللاعب عمران، ما كان متعمد ولا كان هو قاصد اللاعب صالح الماجري، لكن هو عامل جنب تحت السلة ونزلت إيده على جسم عمران جوهر. والحكم هني صالح اللي هو الحكم جراح جمعان، لازم يرجع لي يشوف الكرة بالبطيء مرة ثانية، يعيدها بالآيرلس، يشوف الكرة مرة ثانية، لأنه ما كان متعمد حقيقة. شوف هني، هني صالح الماجري، شوف هني ما كان يعني متعمد، واضح أنه هو خلاص أن إيده انزلت، يعني شوف إيده انزلت، هو قاعد يحاول أنه ياخذ الكرة مرة ثانية. شوف هني القرار حاكم بالإعادة، شوف راح يشوفونها بالإعادة. جراح جمعان وحافظ الحلبي وأيضا لجنة الإحصاء القوماني أنفال، شوف الكرة بالبطيء. يعني أنا بالنسبة لي يعني طبعا بالنهاية القرار النهائي عند حكم المباراة هو اللي أيضا هم راح يشوف الكرة في البطيء، وهو اللي راح يقرر. أنا بالنسبة لي إنها كانت عادية، كانت الكرة عادية، يعني ما كان متعمد فيها. شوف هني حسب فاول متعمد، حسب جراح جمعان إنه فاول متعمد، طبعا جزاء الفاول المتعمد. شوف هني فاول متعمد، شوف ايضا في رميتين اللي راح يرمي الرميتين عمران جوهر، عمران هو اللي صار الفاول عليه، وهذا صالح الماجري مع جراح اللي راح يصوب عمران جوهر، او اذا البديل منه كودي لالاني، نزل لالاني هو اللي راح يصوب، لان اللاعب اللي يبدلونه اذا كان هو عليه فاول راح يرمي خلاص. كودي لالاني لعب مكان اللاعب عمران، كادي لالاني سدد الاولى، راح يرمي الرميه الثانيه لالاني والرميه الثانيه. هني الكره كاظمه يقول المفروض انه يعني عمران هو اللي يصوب، لكن في تغيير ان اللاعب مصاب وتبدل، اللاعب البديل هو اللي يصوب، اللاعب البديل هو اللي يصوب. هني طبعا مدرب الفريق بانيا الصربي، واحتجاج من لاعبين نادي كاظمة والإداريين على الكرة، واتجه الحكم الأول حافظ الحلبي على عند الحكام، حكام الطاولة
شوف القرار، لأن سجل الرمية الأولى كادي لالاني وعنده رمية ثانية، وأيضا الكرة راح تكون لمصلحة نادي الكويت، أيضا الكرة راح الفاول المتعمد. هذا جراح، حكم حافظ الحلبي، شوف القرار، أيضا في رمية ثانية لالاني، الرمية الثانية لالاني ويسجل، ويسجل كادي لالاني الرمية الثانية. الكرة راح تكون لمصلحة نادي الكويت، كرة الكويت. 5 دقائق و14 ثانية على نهاية الربع الثاني والشوط الأول من المباراة، والكرة مرة ثانية تطلع الكرة أوت، تطلع الكرة أوت، تطلع الكرة أوت لمصلحة نادي الكويت، أوت للكويت. 33 الكويت 20 كاظمة في بطولة كأس الاتحاد اليوم الجمعة 19/5/2023. صارت الاتحاد الكويتي لكرة السلة مجمع الشيخ سعد العبدالله، والضيع ياخذها ريحان، ريحان يمر إلى برحمة، يوسف برحمة إلى ريكتور شان، ريكتور يحاول يحط له ثلاثية والضيع من ريكتور، ياخذها الهدود إلى لالاني إلى ماركوس، هجمة سريعة الغيص والضيع ياخذها الماجري، الماجري يمرر مرة ثانية إلى ريكتور شان، ريكتور على السلة ويحط له نقطتين حلوة، ريكتور، ريكتور شان يحط له نقطتين، يحط له أيضا نقطتين لفريق نادي كاظمة. 33-22 الكويت متقدم فرق 11 نقطة. علي الهدهود يحاول الهدهود إلى لالاني، لالاني إلى ماركوس، ماركوس هين الهدهود ويحط له ثلاثية، علي الهدهود حلوة، الهدهود يحط له ثلاثية حلوة لفريق نادي الكويت. الكرة مع الحميدي إلى برحمة، برحمة إلى عزيز ريحان، عزيز يحاول يمرر، يحاول يحط له ثلاثية ويحط له ثلاثية، شوف ثلاثية حلوة من عبد العزيز الحميدي، الحميدي عزيز يا عزيز يحط له ثلاثية، والكرة مرة ثانية مع ماركوس، وفي فاول، فاول 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 لي هذا الحكم جراح جمعان، في فاول 3 دقائق و35 ثانية على نهاية الربع الثاني والشوط الأول من المباراة، حسبها الحكم فاول من عليه على لالاني، على كادي لالاني لمصلحة نادي كاظم. 36-25 3 دقائق و30 ثانية على نهاية الشوط الأول من المباراة، ريكتور شان، ريكتور مع الكرة يمرر، فاول 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 على ماركوس، فاول على ماركوس هند، فاول شوف هني بعد ما مر الريكتور شان لصالح الماجري، حكم يقول في فاول على ماركوس، ساحب ايد صالح الماجري، فاول فريقين عليهم اكثر من 4 أخطاء راح يكون جزاء، اي فاول رميتين الماجري، الماجري والرمية الأولى يسجل، صالح الماجري يسجل الرمية الأولى، راح يرمي الرمية الثانية، الرميات الحرة مهمة، الماجري حلوة يا الماجري، يسجل الرمية الثانية، يسجل الثانية، وفي تغيير نادي الكويت، في تغيير راح يكون في تغيير لفريق نادي الكويت. 36 الكويت 27 كاظمة، 3 دقائق و20 ثانية على نهاية الشوط الأول من مباراة بطولة كأس الاتحاد للموسم الرياضي 2022-2023. كرة مع ماركوس، ماركوس هند مع الكرة يحاول يمرر، تمريرة إلى الهدهود والضيع ياخذها مرة ثانية، ماركوس تحت السلة عمران ويحط له نقطتين، عمران حلوة يا عمران، عمران جوهر، عمران جوهر يحط له
نقطتين العمران، يحط له نقطتين العمران جوهر للكويت، الكرة مع ريكتور وفي فاول 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 على الهدهون، حكم الدولي السوري حافظ الحلبي يقول في فاول على علي الهدهود، جزاء الفاول رميتين رميتين. شوف هني ريكتور شان حسب فاول على الهدهود، مرة ثانية هني فاول على علي الهدهود، الرمية الضيع، الرمية الأولى من ريكتور شان، راح يرمي الرمية الثانية ريكتور شان ويسجل، يسجل الرمية الثانية ريكتور شان. حمد عدنان، حمد يمرر إلى ماركوس، ماركوس تمريرة حلوة إلى عمران والضيع، ياخذها مرة ثانية ريكتور، تطلع الكرة تطلع الكرة أوت، أوت لمصلحة نادي الكويت، أوت للكويت. حافظ الحلبي السوري حكم الدولي، كرة مع أليكس إلى حمد عدنان إلى ماركوس هند، ماركوس يحاول يمر، ماركوس في دفاع قوي من عبد العزيز الحميدي، جراح جمعان حكم مباراة اليوم، كرة للكويت، شوف الكرة هنا مرة ثانية، حاول ياخذها عبد العزيز الحميدي لكن طلعت الكرة اوت لمصلحة نادي الكويت، اوت الكويت. بيتر شومرز الألماني مدرب نادي الكويت، انجازاته واضحة حقيقة، المدرب الألماني بيتر شومرز مدرب نادي الكويت، حصل على بطولة الخليج مرتين وأيضا على البطولة العربية وأيضا على بطولة غرب آسيا زون الخليج، وفعلا إنجازات إنجازات لهذا المدرب مع نادي الكويت. البلوشي إلى عزيز ريحان، عزيز على السلة يشيلها الهدهود، يشيلها الهدهود، يشيلها كرة حلوة من عبد العزيز ريحان في آخر دقيقة وثمانية وخمسين ثانية على نهاية الشوط الأول من المباراة، مباراة كأس الاتحاد الكويتي لكرة السلة للموسم الرياضي 2022-2023، يطلع الكرة أوت لمصلحة نادي الكويت، أوت للكويت، أوت أوت للكويت. طلعت طبعا من آخر لاعب بس اللي هو ريكتور شان، وكان أيضا برا الملعب، لعبة كانت ذكية لاعب نادي الكويت حمد عدنان، كرة مرة ثانية تحت السلة الهدهود والضيع، ياخذها البلوشي أحمد البلوشي، يحاول يحط له ثلاثية والضيع، ياخذها مرة ثانية البلوشي يحط له ثلاثية، أحمد البلوشي أول ثلاث نقاط يسجلهم أحمد البلوشي بالنسبة له في المباراة، أول ثلاثية للبلوشي، ولا نقطة سجل في الربع الأول، الربع الثاني هذه أول ثلاثية يسجلها. خلونا طبعا مع مخرجتنا كوثر عباس ونشوف أحلى اللقطات في الشوط الأول. انتهى الوقت المستقطع، يطلبه مدرب نادي الكويت، آخر دقيقة وستة وثلاثين ثانية على نهاية الشوط الأول من المباراة، الكرة لمصلحة نادي
الكويت 38 الكويت 31 كاظمة حمد عدنان مع الكرة حمد إلى عمران ماركوس ماركوس وفي فاول فاول حكم يقول في فاول فاول وأيضا ساعة المباراة طفت الساعة طفت لازم ننطر علشان يعدلون الساعة طبعا هذه مو أول مرة مو أول مرة الساعة تطفي وأيضا وراح يكون في تأخير في المباراة وأيضا نتمنى أنها تشتغل بسرعة ساعة المباراة لأن وايد من المباريات توقف الساعة دم الساعة واقفة خلونا نتكلم عن فريق نادي الكويت فريق نادي الكويت طبعا بعد ما فاز على نادي المنامة في مباراتين مباراة الأولى اللي كانت بالكويت والمباراة الثانية اللي كانت في البحرين وحصل هو على المركز الأول والمنامة البحريني الثاني والشباب أهلي دبي المركز الثالث هم اللي راح يمثلون زون الخليج في أغرب فرصة في الوقت المستقطع إن شاء الله راح أكمل لكم الكويت في أي مجموعة أيضا راح يلعب أيضا في تكملة البطولة المجمعة راح تكون في الإمارات في شهر 6/5/6 راح يكون الفرق تتجمع في الإمارات خلونا مع المباراة كرة مع حمد عدنان حمد عدنان يمرر إلى ماركوس محمد عدنان مع الكرة تمريرة سريعة إلى ماركوس يحاول يأخذها ماركوس على السلة وفي فاول على عمران جوهر ضمن الجزاء الفاول رميتين الفريقين عليهم أربعة فاول حكم الدولي السوري حافظ الحلبي يقول حق عمران أنت ماسك عبد العزيز الحميدي وجزاء الفاول رميتين هذا الحميدي عبد العزيز الحميدي في الربع الأول صوب ثنتين ضيع الأولى وسجل الثانية الحين يسجل عبد العزيز الحميدي يسجل الرمية الأولى وراح يرمي الرمية الثانية دقيقة وثمان ثواني على نهاية الشوط الأول من المباراة والرمية الثانية الحميدي عزيز الضيع الرمية الثانية ورا مع محمد عدنان إلى حمد بين إخوان حمد ومحمد عدنان ورمى عزيز إلى محمد عدنان إلى حمد تمريرة حلوة إلى عزيز ويحط له دنك حلو عزيز محمد يحط له نقطتين حلوين لفريق نادي الكويت والكرة مرة ثانية مع كاظمة عظمة الفضلي حكم يقول في راني هذا عزيز محمد بعد ما حاط له نقطتين في آخر طبعا 35 ثانية في وقت مستقطع خلونا مع مخرجتنا كوثر عباس وخلنا نشوف أحلى اللقطات وانتهى الوقت المستقطع اللي طلبه مدرب نادي كاظمة شوف طبعا قلنا نادي الكويت راح يلعب الدور الثاني وقسمت الفرق الى مجموعتين
الكويت 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 الكويتي وايضا جوزان الايراني، وراح يكون في فريق بطل الهند ومعاهم شباب اهلي دبي. هذه في المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه الرياض اللبناني وبيروت اللبناني والمنام البحريني وفريق بطل كازاخستان. كره مع حمد عدنان. حمد في اخر 20 ثانيه في نهايه الشوط الاول، حمد عدنان وفي فاول فاول فاول، مسفر الرشيدي يقول في فاول على كاظمه على عبد العزيز الحميدي. هني هني الفاول، حسب فاول على عبد العزيز الحميدي، جزاء الفاول رميتين. حمد عدنان، حمد عدنان مو مسجل لحد الان ولا نقطه ولا نقطه، يسجل يسجل حمد عدنان النقطه الاولى له في المباراه، اول نقطه يسجلها في المباراه حق حمد عدنان. وهذا حمد عدنان، الرميه الثانيه حمد يا حمد، الرمية الثانية ويسجل، يسجل أيضا الرمية الثانية حمد عدنان. 19 ثانية على نهاية الربع الثاني، نهاية الربع الثاني، الوقت المستقطع من ساعة كان ماخذه مدرب نادي الكويت، حاليا مدرب نادي كاظمة هو اللي ياخذ الوقت المستقطع. خلينا نكمل مع فريق نادي الكويت الكويتي. بعد قلنا ما فاز على المنامة البحريني وحصل على المركز الأول في بطولة غرب آسيا في زون الخليج. طبعا ثلاث فرق من زون الخليج راح يمثلون أيضا هذه المجموعة، الكويت الكويتي الأول والمنامة البحريني الثاني والشباب أهلي دبي الثالث. أيضا في مجموعة غرب آسيا الثانية اللي هم كانوا يلعبون لبنان وإيران والعراق وفلسطين وسوريا والأردن، أيضا في ثلاث فرق صعدوا اللي هم فريق الرياض اللبناني وفريق بيروت اللبناني وفريق جوزان الإيراني. طبعا هني صار في ثمان فرق، طبعا راح يكون أيضا في بطل الهند وبطل كازاخستان. قسمت الفرق إلى مجموعتين، مجموعة نادي الكويت الكويت الكويتي وغوزان الإيراني وبطل الهند وشباب أهلي دبي الإماراتي. المجموعة الثانية الرياض اللبناني وبيروت اللبناني والمنامة البحريني وبطل كازاخستان. راح نكمل لكم أيضا بعد ما نشوف 19 ثانية المتبقية في نهاية الشوط الأول من المباراة، يقدر كاظمة يحط له نقطتين أو ثلاث، أو الكويت هو اللي ياخذ الكرة هو اللي يسجل مثل ما صار في الربع الأول. الكرة مع البلوشي إلى ريكتور شان، ريكتور ثمان ثواني على نهاية الشوط الأول، ريكتور مع الكرة يحاول يمر ويمر ويمر ويحط له نقطتين. ريكتور شان يحط له نقطتين لفريق نادي كاظمة ويصفر يصفر الحكم، معلن عن نهاية الربع الثاني والشوط الأول من المباراة. الكويت 42 وكاظمة 34. مباراة حلوة حقيقة لحد الآن شفناها في الشوط الأول. أترككم مع زميلي في الاستوديو التحليلي مشعل جوهر وضيوف الكابتن خالد الوهيب وعبد العزيز الظاهري. تقبلوا تحيات معلق مباراة علي الشطي ومع السلامة.
رجعنا لكم اعزائي المشاهدين عقب ما انتهى الربع الاول الربع الثاني اللي انتهى من صالح نادي الكويت 15-8 الربع الاول، الربع الثاني 42-34. وارجع لضيوفي مره ثانيه الكابتن خالد وهيب والكابتن عبد العزيز ضاري، ونشكر معلقنا الكابتن علي الشطي تعليقه على الربع الاول والثاني. لكن نفس ما تفضل كابتن دكتور عزيز، يعني الكويت جاهزيه اكثر، يعني نادي الكويت قدر انه يمشي المباراه بالرتم اللي هو اللي يبيه. شفنا يمكن ثلاثيات نادي الكويت امطرت سله نادي كاظمه، شفنا الفاست بريك، شفنا نادي الكويت قاعد يفرق 10 و12 نقطه، نادي كاظمه قاعد يحاول انه يرجع. شفنا يمكن سيطره نادي الكويت وعوده نادي كاظمه في بعض الاوقات، لكن نادي كاظمه اليوم غياب احمد البلوشي نفس ما ذكرنا، ايضا غياب يوسف برحمه ما كانوا بالفورم اليوم مو موجودين، فهذا يمكن ما ساعد الفريق بشكل كبير. على العكس هناك شفنا الكسندر الغيس، شفنا تركي الشمري من خلال تواجدهم بالرميات الثلاثيه، نفس الشيء شفنا غياب لحمد ومحمد عدنان. شفنا المشكله الكبيره اللي راح تواجه الفريقين بالشوط الثالث والرابع، مشكله الاخطاء الشخصيه. لما نشوف صالح الماجري ثلاث اخطاء شخصيه، لما نشوف كادي لالاني ثلاث اخطاء شخصيه، ونفس الشيء عبد العزيز الحميدي ثلاث اخطاء شخصيه. فاتوقع مشكله الاخطاء الشخصيه خصوصا من جانب نادي كاظمه، خصوصا اللاعبين مهمين جدا، راح تاثر عليهم في الشوط الثالث والرابع. لكن مدرب نادي الكويت قادر انه يمشي المباراه على الرتم اللي هو يبي. كابتن خالد، يعني الربع الاول والثاني يعني كاظمه اضاع يعني الفرصه، احنا نقول هو شوف يعني لحد الان يعني متعادلين في كل شيء. يعني حتى برغم انتهاء الكوارتر الاول 15-8 للكويت، والكوارتر الثاني 27-24 لنادي ايضا كاظمه، لكن قصدي نادي الكويت، ايضا السكور متقارب. يعني لا زال الفرق اللي فرق اللي هو الكوارتر الاول، يعني يعتبر الكوارتر الثاني متعادلين. متعادلين شلون؟ انا اقول متعادلين في كل شيء، اقصد فيه انه بالمستوى. يعني صحيح هما الهجوم نادي الكويت افضل، توفق بالثري بوينت. لحد الان كاظمه لم يوفق من خارج القوس، وهذه هي مشكلته، انه ما عنده، مثل ما قلت لك انا مساء خارج الاستوديو قلنا انه يعيب نادي كاظمه اليوم، انه ما عنده شوتر ثاني يساعد شين راكتر بالسكور. فقاعد نشوف السكور هو بس شين والماجري. يعني انا لازلت اقول انه يجب وجهه نظرك من حقك، انه لا هو لاعب اكيد، بس انا قصدي يجب انه يكون فعاليته اكثر. يعني انا بما انه مساء احنا قلنا يمكن عبد العزيز يقول اللاعب لما يصير وياك وانا لعبت معاه، انه يعني شيء اكيد مفخر انه انت لاعب ويا لاعب بالان بي اي، لاعب مع لاعبين الامريكان واستفيد منه، فانت لازم تستفيد منه بالملعب. لكن اليوم تشوفه هو 9 نقاط وعنده 3 فاول، وانا قلت لك اللياقه البدنيه شيء اساسي في كره السله. صحيح. ما تقدر تقول انا لاعب كره سله اذا ما كانت لياقتك، انا ماني قايل على الكويت، على لاعبين الكويت، يعني بالمستوى المحلي اقصد لازم تكون لياقتك على الاقل 8%. صحيح. عشان تعطيني على الاقل انت 15 يعني قصدي 25 دقيقه 30 دقيقه تلعب وانت مرتاح، لكن ما تلعب لي 40 دقيقه وانت كل شويه مكندس ماسك ركبك تبي تناجر اللاعب اللي يمك. صح. وهذا العيب اللي قاعد تشوفه من اللاعبين مع الاسف بعضهم، ما نقول كلهم. لا. وهذا قل وهذا سوء يمكن مستوى بشكل عام الدوري المحلي. دكتور عبد العزيز، يعني شفنا الاخطاء كثيره من كاظمه اكثر من الكويت. يعني الكويت يعني ما شاء الله احنا نقول رجع من البطوله هذه عنده نشوه، وعنده يعني تعلم حتى من الاخطاء اللي كانت بالدوري المحلي. يعني البطوله الخارجيه تعلمك اكثر من البطوله اللي تكون محليه، فشفنا اخطاء كاظمه يعني اكثر من اخطاء الكويت بالربع الاول والثاني. الاحتكاك اكيد، ومواجهه يمكن فرق متميزه مثل فريق المنامه البحريني في المنامه وتواجد الجماهير الكبيره ما تاثر. نادي الكويت قدم مباراه كبيره، استمر هالشيء. يمكن شفنا اليوم الدفاع الضاغط البرس من قبل نادي الكويت، شفنا تبديلات المدرب سواء مدرب نادي الكويت او مدرب نادي كاظمه، اضطروا لاخراج المحترفين. صحيح. في اخر دقيقتين من الشوط 3 فاول على صالح، 3 فاول على كادي. فشفنا عبد العزيز فالح من نادي كاظمه، وشفنا عبد العزيز رمضان من نادي الكويت. مثل ما قلت الدفاع الضاغط اللي قاعد يطبقه نادي الكويت قاعد يرهق لاعبين نادي كاظمه، قاعد يخرج احمد البلوشي من اداره لعب نادي كاظمه. فقاعد نشوف شاين راكتر اللي هو قاعد يقوم في اداره الهجمات، مطلوب من عزيز الحميدي بعد اكثر. المباراه بالمتناول، مباراه الكوس مثل ما قلنا تقبل مفاجات، نادي كاظمه نادي كبير، نادي الكويت نادي كبير. استمتعنا ولو ان كانت المباراه مشحونه، نتمنى خصوصا من جانب نادي كاظمه انه يكون شوي في سيطره على
البنش هدوء داخل الملعب. المباراة بالمتناول الحين ما راح شيء، لكن إذا استمروا بالطريقة هذه مع الأعصاب ومع هذا راح يكون أكيد جانب سلبي لنادي كاظمة، على العكس نادي الكويت اللي قاعد نشوف فيه هدوء غير عادي. ومثل ما قلنا في كل مباراة نادي الكويت راح تشوف في لاعب ثاني يبرز، ما عندك مشكلة حتى لو يتعطل لاعب أو لاعبين، على العكس نادي كاظمة راح يبين الخلل إذا غاب أحمد البلوشي أو يوسف برحمة، ما في البديل الجاهز اللي يسد هالنقص. كابتن خالد، يعني نفس ما تفضل دكتور عبد العزيز الضار، يعني حق نشوف المباراة في شد من كاظمة أكثر من لاعبين نادي الكويت، يعني نشوفهم في نرفزة بعض اللاعبين نادي كاظمة، يمكن هذا اللي ضيع سيطرة أو تكتيك المدرب نادي كاظمة بالربع الأول والثاني. هو مبين الفريقين يعني حاسين مسؤوليتهم وأهمية المباراة، لأن هذا مثل ما قلنا خروج المغلوب، فالفريقين حاسين بالمسؤولية، وهذا شيء وايد زين إنه يكون الفريق ولاعب، يعني كلاعبين أنت عارف إن هذا الوضع لازم تشد حيلك، التركيز يصير أكثر. أنا أشوف يمكن اليوم يعني كاظمة شوية ارتباك حتى لاعبينه داخل الملعب، ما لعبوا كمجموعة، يعني اللعب الفردي صار غالب على الفريق، لعب المجموعة، على اللعب المجموعة. يعني بالعادة تلقى أحمد بلوشي يلعب طريقة مميزة، ينزل الكرة حق مثلا السنتر في تنويع. اليوم أغلب الكرات اللي قاعد أو السكور اللي قاعد يصير الكارما درايف إن، اللي قاعد يصير تو مان جيم إحنا نسميها البلوك، يسوي بلوك حق اللاعب اللي عنده الكرة، ويحاول اللاعب يدش درايف إن على تحت السلة يحط سكور، وهذا اللي قاعد يصير مع شين راكتر. كل الكرة قاعد يأخذها، ما قاعد يشوت لأنه ما توفق من خارج الغوص، قاعد يسجل تحت السلة. هذه هي اللي غير كذي نادي الكويت تركيزه بيني وين، يعني اللي قاعد يصير أفضل، لأن كل لاعب نزل يعني لعب تركي حط اللي سوى اللي عليه. تركي ما شاء الله عليه مميز بالدفاع، أنا استانس منه أمانة لأنه الدفاع قوي، قاعد دائما يفرق إذا نزل مع نادي الكويت، يفرق بالدفاع، يخلي الأولوية اللي الفرصة أكثر لنادي الكويت. وحط 3 بوينت نفس الشيء، الهدهود لما نزل نفس الشيء، عمران لما نزل قطة مكان اللاعب المحترف ما شاء الله عليه، وهذا يعتبر خامة يعني لمنتخب الكويت، للكويت يعني. فهذا يعني هالخامة لازم أنت تراعيها أكثر، تنزلها أكثر، تكون تأخذ فرصتها بالملعب أكثر. دكتور عبد العزيز ضار، يعني الربع الأول والثاني يعني الكويت خذ يعني اللي يبي من نادي كاظمة، يعني دخل نادي كاظمة الضغط، يعني الربع الثالث يعني والربع الرابع شو اللي لازم يسويه نادي الكويت ونادي كاظمة؟ نبدأ مع نادي كاظمة، مطلوب منه إيقاف الفاست بريك اللي يتميز فيه نادي الكويت، نفس الشيء إيقاف الرميات الثلاثية اللي شفناها متنوعة. والمشكلة اللي راح يواجهها نادي كاظمة أن المصوبين يعني أغلب لاعبي نادي الكويت يلعبون 5 أوت، تشوف الكل يسجل، حتى اللاعب يمكن كادي لالاني بأي وقت إذا كان فاضل راح يشوت رمية ثلاثية، مو اللاعب اللي يرتكز تحت السلة، على عكس نادي كاظمة. نادي كاظمة مطلوب منه أنه يسرع الفاست بريك، يحاول يجاري نادي الكويت بالسرعة، يمشي الكره. انا مطلوب من احمد البلوشي دور اكبر، لكن مشكله اللي راح تواجه نادي كاظمة بين احمد البلوشي وشاني راكتر، شاني راكتر من اللاعبين اللي يحب تكون الكره بايده راح يبرز بشكل اكبر، لكن اذا كانت الكره مع احمد البلوشي راح يخف اداء شاني. كلاعب يحب يكون دائما الكره بايده، صانع العاب، هذا اللي يميزه. نفس الشيء مطلوب من صالح انه يتواجد تحت السله، شفنا اداء جدا مميز من نادي الكويت في الجانب الدفاعي، قادرين ان يسكرون السله، في صعوبه لنادي كاظمة اختراق السله. متى ما توفق نادي كاظمة في الرميات الثلاثيه راح نشوف يمكن تفتح شوي الدفاعات نادي الكويت، لكن مجريات المباراه ما نقدر نحدد من الفريق الفائز، مع ان افضليه الكويت، لكن صحيح. مثل ما ذكرنا الاخطاء الشخصيه راح تغير مسار المباراه اكيد. كابتن خالد، شو اللي يحتاجه يعني احنا نقول بالربع الثالث والرابع نادي كاظمة ونادي الكويت؟ هو شوف لحد الان الفرق 8 نقاط، يعني سكور ما هو عالي بعيد، ولا هو بعيد ولا هو صعب على الفريقين. يعني لحد الان الكويت في موقع خطر، ونفس الشيء اذا بنتكلم عن كاظمة اذا له فرصه يقدر ياخذ المباراه، لا زالت المباراه يعني قائمه، ما في شيء خسره. لكن كاظمة اذا يبي يفوز اليوم لازم يلعب مان اقوى من اللي قاعد يلعبه اليوم، مثل طريقه يعني ما شاء الله الكويت مسكر منطقة الزون، لأن كلهم طوال، إذا تتكلم عن الهدهود، إذا تتكلم عن عمران، إذا تتكلم عن ليلان،
كل اللاعبين بعكس نادي كاظم اللي عنده حارس المرمى اللي نعم. هو صالح الماجري اللي ما قاعد يستفيد منه يستفيد امانه منه. اللي المفروض داخل انت ما يصير تاخذ تشارج او توقف عشان تلعب نفس اللاعب القصير، انت طويل صحيح. لازم تفهم ان انت لاعب طويل وتستفيد من طولك صحيح. فمفروض حتى يعني الملاحظه كانت منك مشعل لما قلت لي طويل وما اخذ الريباوند بالدفاع انزين وهذه مهمتك انت. انا اليوم ما المطلوب منك كلاعب طويل انا ما اطالبك انك تحط لي سكور 30 و50 نقطه نعم. انا اطالبك انك تاخذ ريباوند 20 و30 ريباوند، هذا اللي كسبني اليوم مو سكورك اللي يصير دافع حق اللاعبين بالضبط يعني نعم. هذه هو المهمه، انت مهمتك يعني انا لما اصير مدرب انا وعزيز يمكن لعب وياي ترى انا دربت عزيز ما شاء الله اي فعزيز كانت وشاف شلون انا لما ادرب اقول نعم. مهمه عزيز مهمتك انت بهالمكان نعم. ويدري كنت اقول حق اللاعب هذا مثلا ما تشوت هذا اللاعب يسوي كذي، هذه طريقة صحيح. انت شلون تقود المجموعة اللي عندك عشان تستفيد منها كلها. دكتور عزيز يعني نفس ما تفضل كابتن خالد يعني استحقاق كل لاعب المدرب يستفيد منه، يعني بالتمرين تلقى يعطيه اشياء مهمة لكن لما يجي على واقع الملعب ما يطبقها. المطلوب من الفريق ككل انه يلم ريباوند، يعني صالح المجري اوكي قاعد يلم لي 15 20 ريباوند في كل مباراة لكن ما يصير لاعب طالع من ورا وياخذ الريباوند وانا اقول مثلا ليش صالح ما اخذ الريباوند، يمكن شفتها بلقطه واحده لكن مثلا من اللاعب اللي مو مسوي بوكس اوت، لان البوكس اوت المفروض الخمس لاعبين هم اللي يسوون البوكس اوت، ما يصير الحمل كله على لاعب واحد، لازم يكون الريباوند متوزع بين الفرق يمكن كلها. لما اشوف سكور صالح 9 نقاط مطلوب منه اكثر ما توفق، يمكن اليوم بالرميات الثلاثيه اغلب يمكن سكور اليوم كان من خلال الرميات الحره، كاظم مطلوب انه يفعل شوي الفاست بريك ويشوف عبد الله ابراهيم والله شوف المشاغبه داخل الملعب مطلوبه لابد هذه لابد منها بس انه ما تعدى مثلا جزء معين لان مرات ترى تطلعك من جو المباراه تكون شوي نعم. متنرفز تكون معصب انا جربتها كلاعب تطلعك نعم. من جو المباراه على العكس لما تكون شوي يعني ماخذ الامور بريحيه نفس شايني ريك بذكاء ماركوس انتوني نعم. تشوف الهدوء تشوف الابداع داخل الملعب اكيد راح تفرق وياك، نفس الشيء ما تطلع لاعبينك بشكل منرفز او انه ايضا تربك حسابات الجهاز الفني لاعب مهم نعم. لقطة التشارج مثلا ممكن لاعب حساباته ان انا عندي 3 فاولات شخصية ما بيدش بالرابع صحيح. فكل لاعب اكيد راح تكون حساباته تختلف الضغط راح يكون بالربع الثالث والرابع على الكويت ولا على كاظمة على الفريقين لان الشوط الثالث هو شوط المباراة اخطر شوط في مباراة كرة السلة هو الشوط نعم. الثالث الفرق ممكن يرد في خلال اقل من دقيقة ما هو الفرق الكبير خبرة الفريقين متواجدة مثل ما ذكرت لكن افضلية نادي الكويت موجودة لكن ما يمكن نستبعد اداء نادي كاظم اذا كان مميز في الشوط الثالث والرابع قادر انه يخطف المباراه. كابتن خالد قلت كلمه جميله عن نادي كاظم ومهمه، اذا لعب اللعب الجماعي يرجع المباراه. اي طبعا اكيد اذا لعب نادي كاظم باللعب الجماعي بطريقه يعني بهدوء افضل وعدم استعجاله بالشوت والتيرن اوفر هو شو اللي فرق بالكارتر الاول والثاني نعم. التيرن اوفر اللي هو الكرات اللي 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 نسميها اللي هي الكرات الخاطئه اللي تكون نعم. باص غلط هذا الاستعجال هو سبب تراجع نادي كاظم اليوم نعم. اذا ركز اليوم الحين بالكوارتر الثالث نعم. راح يعني ما نقول الفوز والخساره لكن راح يؤذي نادي الكويت خصوصا بوجود اللاعب ليان 3 فاول الحين نعم. اذا لعب تحت السله اذا الماجري يلعب تحت السله يطلع قبل لا يطلعونه راح يعني يحرج نادي الكويت. كابتن عز عندك شيء قبل ان ننتقل الملعب؟ بالنسبه لكادي لالاني لاعب مؤثر جدا نعم. لكن نادي الكويت اللي فضله عن نادي كاظم ان نادي الكويت موجود عنده عمران موجود عنده علي الهدهود نعم. يملك لاعبين طوال القامه قادرين ان يسكرون هالمكان لكن شفنا اليوم يمكن غياب مصطفى الرفاعي نعم. ماني عارف شنو سبب غيابه نتمنى له الشفاء العاجل اذا نعم. كان مصاب واذا كان موجود نتمنى نشوفه داخل كابتن الملعب. خالد هو نفس الكلام نفس الكلام اي نفس الكلام اتوقع ان المباراه نعم. راح تكون حاميه مع وجود البديل لليان بس صالح الماجري متضايق من الامريكي اكثر من اللاعبين يعني الشباب المحليين. شكرا لك كابتن خالد وهيب، شكرا لك دكتور عبد العزيز ضاري. انتقل الى معلقنا الجميل علي الشطي تعليق على مجريات المباراه بين كاظمه والكويت الربع الثالث والرابع. الصوت والصوره لك. اشكر زميلي مشعل جوهر في الاستديو التحليلي وضيوفه الكابتن خالد الوهيب و الكابتن ضاري برجس. بسم الله الرحمن الرحيم. علي الشطلي حييكم مرة ثانية لأنقل لكم أحداث الشوط الثاني من مباراة نادي
الكويت ونادي كاظمة ضمن بطولة كأس الاتحاد للموسم الرياضي 2022-2023. اليوم الجمعة 19/5/2023 انتهى الشوط الأول لمصلحة نادي الكويت 42 وكاظمة 34. بداية الشوط الثاني، من اللي راح يكمل مشواره بالكأس ومن اللي راح يودع؟ في فريق راح يودع اليوم كاظمة والكويت، وفي فريق راح يستمر في بطولة كأس الاتحاد وحط له ثلاثية. شوف حلوة ثلاثية، عبد الله إبراهيم يحط له ثلاثية لفريق نادي كاظمة بداية الربع الثالث والشوط الثاني من المباراة، وأيضا يحاول يأخذها مرة ثانية محمد عدنان إلى حمد تحت السلة. عزيز تطلع الكرة أوت، تطلع الكرة أوت لمصلحة نادي الكويت، أوت للكويت 42-37. كرة مع ماركوس، ماركوس مع الكرة يحاول يحط له ثلاثية ويحط له ثلاثية. ماركوس انتوني يحط له ثلاثية، مسجل لحد الآن 13 نقطة ماركوس انتوني، والكرة مع الماجري، صالح الماجري حاول يمرر إلى ريكتور شان، انزل تحت يا الماجري، انزل تحت اخذ الريباوند يا الماجري، وكرة مقطوعة وإلى ماركوس انتوني. في فاول على يوسف، هذا يوسف برحمة، فاول لمصلحة نادي الكويت. بداية الربع الثالث 8:49 على نهاية الربع الثالث من المباراة، 45 الكويت 37 كاظمة. حاول يحط له ثلاثية، تضيع من كودي الألامي، ياخذها الماجري إلى البلوشي، أحمد البلوشي، انزل تحت يا الماجري، عبد الله إبراهيم شوف الماجري، مشي الماجري، باصين بالغلط مرتين، يعني باص من ريكتور شان وباص ايضا من عبد الله ابراهيم ويحط له نقطتين. ماركوس انتوني المفروض يوصلون الكره صح لصالح الماجري تحت السله، يعني صالح قاعد ينزل تحت يقول لكم اعطوني الكره، باصين بالخطا للماجري، كره مره ثانيه اللالاني الى حمد عدنان يمرر كودي لالاني، حاول يمر وعلى السلة ويحط له نقطتين. كادي لالاني ونقطتين، سجل 12 نقطة كادي لالاني لحد الآن. عبد الله إبراهيم مع الكرة إلى الماجري إلى ريكتور تمريرة مرة ثانية لبلوشي إلى ريكتور إلى الماجري، صالح الماجري. يا سلام هذا اللي أنا أتكلم فيه، هذا اللي أنا أقوله. شوف على طول الماجري أخذ الكرة ومرر كرة حلوة للبلوشي لكن ما أكملت، طلعت الكرة أوت ونقطتين. لالاني حط له أيضا نقطتين، هذا لالاني 14 نقطة. وريكتور شان مع الكرة، ريكتور 51-37 وريكتور شان ويسجل نقطتين حلوة. ريكتور شان أيضا 12 نقطة مسجل ريكتور شان، وفي فاول على ريكتور شان. كرة لمصلحة الكويت 7:08 على نهاية الربع الثالث من المباراة، كرة للكويت، حمد عدنان مرة ثانية، حمد يحاول يحط له ثلاثية. الله حمد الأسطورة يحط له ثلاثية حلوة. حمد عدنان ثلاثية حلوة، كرة مع كاظمة، لبلوشي حاول يمر وعلى السلة وكرة مقطوعة مرة ثانية، وهجمة سريعة ويأخذها ريكتور مع الكرة. فاول على محمد عدنان كرة لمصلحة كاظمة، فاول
حكم الدولي السوري حافظ الحلبي. شوف هني الفاول، فاول على محمد عدنان. كرة لمصلحة حكم صفر، انه ايضا في خطأ فني، ايضا في خطأ فني على فريق نادي الكويت. هذا البلوشي احمد البلوشي مسجل ثلاث نقاط، حاط له ثلاثية في الربع الثاني. الرامية الأولى تضيع من أحمد البلوشي، تضيع من أحمد البلوشي. هذه الرمية اللي كانت في الخطأ الفني اللي حسبها الحكم. كرة لمصلحة كاظمة. ريكتور شاف، ريكتور مع الكرة حاول يمر، وأيضا في فاول، فاول على محمد عدنان، فاول على محمد عدنان. محمد عدنان يقول للحكم أنا قاعد أدافع صح، قاعد أدافع صح. مخرجتنا كوثر، خلينا نشوف الكرة مرة ثانية. كرة محمد عدنان، دفاع قوي لكن في تبديل، في تبديل. شوف هني، شوف الكرة هني مرة ثانية، هني محمد عدنان، شوف حاول يمر هني. دفاع، والله دفاع قوي من محمد عدنان على ريكتور شان. هذا ريكتور حاول يسجل وما يسجلها، ياخذها الحمدان، يوسف الحمدان إلى ماركوس أنتوني. أنتوني حاول يمر على السلة إلى لالاني، 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 كرة مقطوعة وهجمة سريعة على السلة ويشيلها، يشيلها. شوف حلوة عزيز محمد، عزيز محمد يشيل له كرة حلوة، لكن الحاكم، هذا عزيز يشيل له كرة حلوة، لكن الحاكم يقول في فاول. جراح جمعان، شوف الكرة هني مرة ثانية، تمريرة حلوة من ريكتور، الكرة مباينة. نشوف الكرة مرة ثانية من هني، يشيلها عزيز، يشيل لك كرة حلوة عزيز رمضان، عزيز محمد رمضان. شوف هني عزيز يشيل كرة حلوة من برحمة، حكم يقول في فاول، وطبعا القرار النهائي عند حكم المباراة، وهو اللي شايف وهو اللي أقرب عند الكرة، وفي فاول ورميتين، فاول ورميتين. دفاع كان حلو صراحة من عزيز محمد، عزيز من هاي هني. تقدير الحكم، حكم هو اللي طبعا يقرر أن اللاعب لمس إيد اللاعب أو لمس الكرة أو في احتكاك بالجسم. هذه الأمور كلها راجعة لحكم المباراة، مثل ما احنا شايفين. نشوف هني رجعوا لمرة ثانية، جاء مرة ثانية حق الايرلس. شوف حكم الدولي حافظ الحلبي وجراح جمعان. خلينا نشوف القرار شنو راح يتخذونه. حسبها نقطتين، وفي فاول ايضا على عزيز. حسب نقطتين، 54، في رميتين حسب، إذن يعني حسب الكرة كامت، وأيضا في رمية إضافية. يوسف برحمة حسب النقطتين. يوسف برحمة سجل النقطتين، وأيضا في ضيع الرمية الحرة. كرة مع ماركوس أنتوني مع الكرة، يمرر تحت السلة، عزيز كاد لالاني يشيلها. الماجري حلوة، شوف الماجري يشيل لك كرة حلوة من كادي لالاني. حلوة يا الماجري، حلوة صالح الماجري، يشيل لك كرة حلوة من لالاني تحت السلة، والكرة مرة ثانية مع ريكتور إلى الماجري. الماجري يحاول يسجل ويحط له نقطتين. صالح الماجري سجل نقطتين، وأيضا في فاول للكويت. 43-54 الكويت هو اللي متقدم، 54 الكويت، 43 كاظمة. شو هاي كرة حمد، هني في فاول. كرة مرة ثانية مع الكويت، لالاني يمرر، الحمدان
حمد عدنان مع الكرة إلى كادي لالاني، لالاني على السلة والحكم يقول يصفر، يقول في فاول فاول فاول. هذا حمد عدنان، فاول على اللاعب رقم 5 أحمد البلوشي. هذا الحكم مسبر الرشيدي، شوف الكرة هني مرة ثانية، هني هني الحكم حسبها على أحمد البلوشي، وأحمد البلوشي رافع إيده ويقول فعلا في فاول علي. كرة للكويت، كرة للكويت، شوف الحكم هني حسب فاول على عبد الله إبراهيم. مسبر الرشيدي يزال فاول رميتين، هذا مسبر الرشيدي فاول على عبد الله إبراهيم، فاول ايضا الكابتن بيتر شومر الالماني مدرب نادي الكويت. حامد عدنان، حامد ما شفنا الكره ادخلت ولا ما ادخلت، لان صراحه مو قاعد نشوف، طبعا الجمهور قدامنا، ما شفنا الكره ادخلت ولا ما ادخلت. 54 يسجل حامد عدنان، حامد عدنان يسجل الرمية الثانية لفريق نادي الكويت. 55-43 الكويت متقدم. الماجري مع الكرة، صالح الماجري حاول، صالح فاول على عزيز، فاول على عزيز محمد، فاول شوف اللي يحاول يمر هني، فاول على عزيز، عزيز محمد فاول، جزاء الفاول رميتين 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 للماجري، صالح الماجري على صالح اللاعب التونسي، صالح الماجري بالبداية لعب مع نادي الجهرة وبعدين انتقل إلى نادي كار. يسجل الماجري الرمية الأولى، 12 نقطة مسجل لحد الآن صالح الماجري. الرمية الثانية تضيع من الماجري، الرمية الثانية لكن في مخالفة، في يقول سلامات للاعب نادي كاظمة، سلامات. خلينا نشوف الكرة مرة ثانية، خرجت تكوثر، خلينا نشوف شلون تم إصابة اللاعب. هني الكرة هني، كان نشوف يوسف برحمة حاول ياخذ الكرة هني، نزل على ريل عزيز، ما نزل صح، شوف 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 نزل على ريل عزيز ولفت ريل يوسف برحمة، نقول سلامات سلامات ليوسف برحمة. شوف نزل على ريل عزيز محمد ولفت ريل يوسف برحمة، نقول له سلامات يا برحمة، سلامات ليوسف برحمة. 55 الكويت، 44 كاظمة، 4 دقائق و51 ثانية على نهاية المباراة. وقلنا من اللي راح يكمل ومن اللي راح يودع في بطولة الكاس، واحد من الفريقين كاظمة أو الكويت اليوم راح يودع بطولة كأس الاتحاد للموسم الرياضي 2022-2023. سلامات ليوسف برحمة، سلامات يوسف برحمة، إن شاء الله يقوم يكمل باقي المباراة. قلنا باقي طبعا الربع الرابع وباقي 4 دقائق و51 ثانية في الربع الثالث. قلنا فريق نادي الكويت طبعا بدأ مشواره في بطولة غرب آسيا سوبر ليج، واصل وأيضا قلنا وصل إلى الدور الثاني، راح تكون البطولة المجمعة في الإمارات، في الإمارات من تاريخ 5 إلى تاريخ 15/6 الشهر القادم، الشهر القادم من 5 إلى 15/6 نادي الكويت راح يكمل بطولة غرب آسيا، وراح يكون في 8 فرق راح يلعبون في هذه البطولة المجمعة. البطولة كانت أول ذهاب وإياب، حاليا لا، التكملة راح تكون 8 فرق. الكويت صار في المجموعة ألف اللي يضم الكويت الكويتي وجوزان الإيراني وبطل الهند وشباب الأهلي الإماراتي. المجموعة الثانية الرياض اللبناني وبيروت اللبناني والمنامة البحريني وبطل كازاخستان.
راح يلعبون كل طبعا مجموعه بروحهم دوري، ياخذون الاول والثاني. راح اكمل لكم ان شاء الله باجي طبعا هذه البطوله، احداث البطوله. خلونا مع بطوله كاس الاتحاد، كاظمان والكويت يقطعها ياخذها. تشوف الحميدي، عزيز عزيز الى البلوشي، احمد البلوشي والضيع يكملها ياخذها مره ثانيه. الماجري، الماجري والضيع ايضا كره سهله من صالح الماجري ياخذها. الغيس الى حمد عدنان، حمد مع الكره، حمد عدنان حاول يمر، حمد عدنان يمر وعلى السله لكن في فاول، في فاول. حكم مسفر الرشيدي يقول في فاول، فاول لمصلحه نادي الكويت وجزاء الفاول رميتين. مسفر الرشيدي شوف ان كره حمد هني حسب فاول على البلوشي، على احمد البلوشي رميتين، رميتين. هذا حمد حسب فاول على احمد البلوشي. 55-44 الرميه الاولى. حمد الضيع من حمد، الضيع من حمد عدنان الرميه الاولى. ست نقاط مسجل لحد الان حمد عدنان. الرميه الثانيه حمد عدنان ويسجل، يسجل حمد عدنان الرميه الثانيه. ريكتور، ريكتور شن، ريكتور مع الكره يحاول يمر، يمرر الى عزيز، عزيز فاول، فاول، فاول على عبد العزيز، عبد العزيز محمد رمضان، فاول، فاول واضح على عبد العزيز محمد، عبد العزيز محمد رمضان. فاول عزيز، شوف الكره هنا مره ثانيه، فاول واضح، فاول واضح على عبد العزيز رمضان. يعني هذا افتكر لو الحكم يشوفها مره ثانيه بالبطيء بالايرلس يعطيه فاول متعمد الصراحه، يعني فاول كان فاول وايد خطر، يعني ايد عزيز رايحه على وجه اللاعب. الرميه الاولى عزيز ريحان يسجل، عبد العزيز ريحان يسجل الرميه الاولى واول نقطه له في المباراه. عزيز ريحان الربع الاول والثاني ما سجل ولا نقطه، الربع الثالث حاليا يسجل الثنتين، يسجل الثنتين الرميات الحره. رمى حمد عدنان، حمد مع الكره يحاول يمر، حمد عدنان يمرر الى عمران جوهر، جوهر الى اللاعب ماركوس، ماركوس هنت على السله، ماركوس ويسجل يحط له نقطتين. ماركوس انتوني، ماركوس انتوني يحط له ايضا نقطتين للكويت. الكويت بدا يطلع الفرق شوي شوي، 58-46 والكويت حاليا هو الافضل من بدايه المباراه. طبعا فريق نادي الكويت خصوصا يحط له ثلاثيه حلوه، شوف ما خلاني اكمل، حمد عدنان الاسطوره، الاسطوره يحط له ثلاثيه حلوه. قلنا فريق الكويت لانه يعني ال 12 لاعب في نفس المستوى وعنده ايضا غير ال 12 لاعبين ايضا احتياط حقيقه في نفس المستوى، واحتكوا احتكاك كبير خصوصا في بطوله اسيا وصل. ايضا نفس الشيء كاظمه ايضا كان في نفس البطوله لكن كاظمه طلع بعد خسارته من المنامه البحريني 2-1، مباراتين مقابل مباراه واحده. الكويت كمل، الكويت فاز على المنامه مباراتين، ما فاز حتى المنامه اي مباراه. قلنا بالنسبه ايضا لتكمله بطوله اسيا وصل، قلنا مجموعتين راح ياخذون الاول والثاني من كل مجموعه، الاول راح يلعب مع الثاني والثاني مع الاول. طبعا الفريقين الاثنين اللي يفوزون راح يصعدون ايضا الى الدور الثاني اللي هو راح يكون الدور النهائي. راح تكون البطوله بالعراق، تكون البطوله بالعراق راح تكون اربع فرق، فريقين من طبعا غرب اسيا صوب الخليج والدول العربيه، وايضا في فريقين عن طريق اللي هم الصين واليابان
وكوريا والفلبين. مباراة البطولة لحد الآن مطولة، البطولة لحد الآن راح تطول، لكن البطولة حلوة صراحة ومستوى عالي بالنسبة للأندية، وفعلا شفنا الأندية حاليا الخليجية أيضا راح نلعب في بالإمارات في شهر 6، في 5/6 راح نشوف الفرق أيضا الإيرانية والفرق اللبنانية وبطل الهند وبطل كازاخستان، راح نشوف مباريات حلوة في بطولة آسيا لكرة السلة للأندية. البلوشي مع الكرة، أحمد البلوشي يمر إلى الحميدي، عزيز الماجري، ريحان مع الكرة، عزيز إلى أحمد البلوشي، حاول يمر الحميدي، عبد العزيز الحميدي ودخول على السلة وتطلع الكرة أوت. هذا عبد العزيز الحميدي، طلعت الكرة منه، ما حد مس الكرة، الكرة لمست رجله وطلعت أوت، والكرة مع الكويت. حمد عدنان إلى لالاني إلى ماركوس أنتوني، ماركوس أنتوني إلى لالاني ماركوس مرة ثانية، يحاول يحط له ثلاثية ماركوس، يمرر إلى حمد عدنان، حمد عدنان على السلة، حمد عدنان وتضيع وياخذها الماجري، وهجمة سريعة، ريحان عزيز يشيلها الغيص، لكن في فاول الحكم يقول في فاول على الغيص، على الكسندر الغيص. شوف الكرة هني مرة ثانية، هجمة لعزيز ريحان هني، ما شفنا الكرة مرة ثانية، مخرجتنا كوثر، خلينا نشوف الكرة من فوق شوية، نطالع هل هو لمس الكرة أو لمس ريل اللاعب. هو قلنا بالنهاية القرار النهائي عند حكم المباراة، هذا عزيز ريحان، الرمية الأولى عزيز، الضيع من عبد العزيز ريحان، راح يرمي الرمية الثانية، مسجل نقطتين عبد العزيز ريحان عن طريق الرميات الحرة، الرمية الثانية عزيز ريحان، وأيضا الضيع الرمية الثانية من عزيز ريحان. 61-46، فرق 15 نقطة، الكويت هو اللي متقدم. الكسندر الغيص، أليكس مع الكرة، حاول يمرر إلى ماركوس أنتوني، حاول مرة ثانية تحت السلة، عمران وكرة مقطوعة، ياخذها مرة ثانية عمران إلى لالاني يحط له نقطتين، كادي لالاني يحط له أيضا نقطتين من كادي لالاني، لاعب نادي الكويت، وتحت السلة ريكتور شان وأيضا نقطتين، تمريرة حلوة إلى ريكتور شان، يحط له نقطتين، 14 نقطة مسجل ريكتور شان، وأيضا الكرة لمصلحة كار الماجري إلى البلوشي، دقيقة و36 ثانية على نهاية الربع الثالث من المباراة، والكرة مع أحمد البلوشي مع الكرة، حاول يمر إلى الماجري، صالح الماجري راح أكيد صالح راح يشوت، لكن حاول يمر الماجري وتضيع، ياخذها لالاني في اخر دقيقة و15 ثانية تحت السلة، عمران وفاول واضح من عليه على عزيز الحميدي، فاول على عبد العزيز الحميدي. شوف الكرة هني مرة ثانية، حاول لكن في فاول على عبد العزيز، هني الفاول في دفع من عبد العزيز الحميدي، في دفع، حاول رميتين، هذا عزيز الحميدي، هذا عمران جوهر، عمران مسجل ثلاث نقاط، عمران جوهر يسجل الرمية الأولى، عمران جوهر أربع نقاط، الربع الأول ما سجل ولا نقطة، الربع الثاني سجل رمية حرة وسجل أيضا نقطتين، وضيع أيضا رمية حرة عمران جوهر، وأيضا تضيع الرمية الثانية من عمران جوهر. كرة معك لبلوشي، أحمد لبلوشي مع الكرة،
يحاول يمرر الى عزيز ريحان. عزيز عزيز مع الكره يحاول يمر على السله، كره مقطوعه لكن تطلع الكره، تطلع الكره اوت لمصلحه كارما. 58 ثانيه على نهايه الربع الثالث من المباراه. الربع الثالث، هاي كره عزيز حاول ياخذها تطلع اوت، حاول يجيبها عمران جوهر تطلع الكره اوت لمصلحه كارما تحت سله نادي الكويت. البلوشي الى عزيز ريحان، عزيز حاول يمر، عزيز ريحان وتطلع الكره، تطلع الكره اوت من عزيز ريحان، اوت لمصلحه الكويت، اوت للكويت، اوت لفريق نادي الكويت. هذا عبد العزيز الحميدي، جراح، جراح جمعان حاكم الى الكسندر، حمد عدنان مع الكره الكويت. اخر 45 ثانيه في نهايه الربع الثالث، مره ثانيه حاول يمرر الى الكسندر الغيس اليكس، تمريرات سريعه من فريق نادي الكويت، حاول ماركوس الى الكسندر، الكسندر تضيع من الكسندر، كره مره ثانيه مع فريق نادي الكويت، ماركوس وعلى السله وحط له نقطتين، ماركوس ماركوس يحط له ايضا نقطتين، 19 نقطة مسجل لحد الآن ماركوس انتوني، ماركوس انتوني مسجل 19 إلى الماجري، الماجري على السلة ولكن في فاول، فاول حكم الدولي السوري حافظ الحلب يقول في فاول على اللاعب رقم 20 عمران جوهر. هذا عمران، شوف الكرة هني مرة ثانية حاول يمر صالح الماجري، الحكم حسب فاول على عمران جوهر. جزاء الفاول رميتين، رميتين عن طريق صالح الماجري. هذا صالح الماجري، الماجري مسجل قلنا 12 نقطة لحد الآن، وفي فاول، الرميات الحرة مهمة، صالح الماجري أيضا حسب الحكم في خطأ فني، أيضا في خطأ فني على الكويت. الماجري يسجل الرمية الأولى، راح يرمي الرمية الثانية، صالح الماجري والرمية الثانية، لا ما في، ما في خطأ فني، ارجعوا اللاعبين، ما في خطأ فني، لأن صوب الرمية الأولى ما كان في أي لاعب إنه ياخذ الريباوند، كنا نتوقع إنه يعني يكون في خطأ، في خطأ جزائي على فريق نادي الكويت. الماجري يضيع أيضا الثانية، صالح الماجري. اخر خمس ثواني، الكسندر يحاول يحط له ثلاثيه وتضيع، ياخذها الماجري وتحت السله ريكتور ويحط له نقطتين، ريكتور شان تمريره حلوه من صالح الماجري الى ريكتور شان اللي يسجل نقطتين، شوف شوف تمريره حلوه من صالح الماجري الى ريكتور شان ويحط له نقطتين ويصفر الحكم معلن عن نهايه الربع الثالث من المباراة. 66 الكويت و 51 كاظمة. خلونا مع مخرجتنا كوثر عباس وخلونا نشوف أحلى اللقطات.
انتهت فترة الراحة واحنا في آخر عشر دقائق، آخر عشر دقائق من المباراة 66 الكويت 51 كاظمة، فرق 15 نقطة، فرق 15 نقطة. الكويت متقدم، من اللي راح يكمل مشواره في كأس الاتحاد ومن اللي راح يطلع من البطولة؟ بداية الربع الرابع كرة مع الكويت تحت السلة الألاني، والحكم يقول في فاول نقطتين للالاني، كادي لالاني حط نقطتين، وايضا في رميه اضافيه 18 نقطة لالاني مسجل 18 نقطة، وايضا في رميه اضافيه لالاني ضيع الرميه الاضافيه من لالاني لبلوشي إلى ريكتور، ريكتور شان، ريكتور يمرر أحمد البلوشي إلى الماجري، صالح الماجري حاول يحط له نقطتين تضيع، يأخذها حمد عدنان إلى ماركوس أنتوني، مع الكرة أنتوني ماركوس حاول يمرر مرة ثانية إلى محمد عدنان ويحط له ثلاثية حلوة. شوف الثلاثية حلوة لعدنان، محمد عدنان ثلاثية حلوة من محمد عدنان لفريق نادي الكويت، والكرة مع حمد مع الكرة يحاول أيضا يحط له ثلاثية وما يسجلها، يأخذها عزيز ريحان، عزيز إلى البلوشي، أحمد البلوشي مع الكرة، أحمد البلوشي يمرر إلى ريكتور شان، عبد العزيز الحميدي، عزيز ما يسجلها، ياخذها ماركوس مع الكرة، وفي فاول على فريق نادي كاظمة. سلامات لبرحمة، سلامات ليوسف برحمة، قدم مباراة حلوة يوسف برحمة. كرة مع محمد عدنان ويحط له نقطتين حلوة، محمد عدنان الجنرال يحط له نقطتين لفريق نادي الكويت. الكويت هو الأفضل، هو اللي مسيطر على المباراة، وعزيز ويحط له نقطتين، الحميدي عبد العزيز الحميدي 9 نقاط مسجل، والكرة مرة ثانية لكاظمة، عبد العزيز ريحان، عزيز إلى البلوشي إلى الحميدي تحت السلة، يا سلام حلوة دانك، حلو تمريرة حلوة من عبد العزيز الحميدي إلى صالح الماجري، يحط له دانك حلو. شوف الكرة هني، شوف تمريرة الحميدي إلى الماجري، ونقطتين حلوين يسجلهم فريق نادي كاظمة في وقت مستقطع يطلبه مدرب نادي الكويت. قلنا طبعا نادي الكويت راح يشارك في بطولة آسيا لكرة السلة، قلنا بعد ما خلص من الأدوار التمهيدية، حاليا راح تكون البطولة مجمعة في دولة واحدة، كان طبعا الدور التمهيدي ذهاب وإياب. البطولة راح تبدأ في من 5 إلى 15/6 في الإمارات راح يشاركون ثمان أندية آسيوية، الكويتي وغوزان الإيراني وبطل الهند وشباب أهل دبي الإماراتي، هذه المجموعة الأولى. المجموعة الثانية الرياض اللبناني وبيروت اللبناني والمنامة البحريني وبطل كازاخستان، كل مجموعة راح تلعب دوري من قسم واحد، راح يأخذون الأول والثاني من كل مجموعة، أول المجموعة الأولى راح يلعب مع ثاني المجموعة الثانية،
واول مجموعه ثانيه راح يلعب مع الثاني المجموعه الاولى، والفريقين اللي راح يفوزون ايضا راح يلعبون المباراه النهائيه، وراح ياخذون الفريقين الاول والثاني فقط لتكمله البطوله. الكره مع ماركوس انتوني الى لالاني، لالاني على السله، كره ياخذها مره ثانيه لالاني وتضيع، تضيع ياخذها الماجري الى البلوشي، احمد البلوشي تمريره الى الحميدي، البلوشي يحاول يحط له ثلاثيه وما يسجلها، ياخذها كادي، لالاني الى ماركوس، ماركوس قلنا الكويت هو اللي مسيطر حقيقه، مسيطر سيطره كامله فريق نادي الكويت، وهجمه سريعه عزيز ويحط له نقطتين حلوه، عزيز ريحان، عزيز يا عزيز يحط له نقطتين، 73 الكويت 60 كاظمة، وباقي 7 دقائق و10 ثواني، والكرة مرة ثانية حمد عدنان، حمد يا حمد ما يسجلها، ياخذها محمد مرة ثانية، محمد عدنان وعلى السلة ويحط له نقطتين، الجنرال، الجنرال يحط له أيضا نقطتين، 10 نقاط مسجل محمد عدنان لحد الآن، والكرة مع عبد العزيز، الحميدي مع الكرة، الحميدي مرة ثانية ياخذها لالاني، هجمه سريعه حاول يحط له ثلاثيه وما يسجلها، ما يسجلها، حاول يحط له ثلاثيه ماركوس، ماركوس انتوني ما يسجل الثلاثيه، وياخذها ريكتور شان، ريكتور شان مع الكره، كاظمه، كاظمه يمرر عزيز الى الماجري، الماجري وكرة مقطوعة، ماركوس إلى عزيز وكرة ضايعة من عزيز، يكملها، يكملها لالاني، لالاني يكمل الكرة، ياخذها مرة ثانية عبد العزيز الحميدي، وكرة ضايعة، الكرات قاعد تضيع من الفريقين خصوصا من كاظمة، واستعجال فريق نادي كاظمة بالكرات السهلة، وفي فاول، حكم يقول في فاول مسفر رشيدي، ني هذا الحكم، فاول، فاول يقول على حسبها على من؟ فاول هني حسبها على 17 ريكتور شان، فاول جزاء الفاول رميتين، رميتين، هذا كادي لالاني 77-60 فرق 17 نقطة، حكم شنو صفه؟ شنو عطى قراره؟ شوف قرار الحكم، قرار الحكم شوف قرار الحكم، نزل عمران مكان لالاني، كرة للكويت تحت سلة كاظمة، مرة ثانية الكرة أوت، 6 دقائق و3 ثواني على نهاية المباراة، 77 الكويت 60 كاظمة في بطولة كأس الاتحاد الموسم الرياضي 2022-2023 اليوم الجمعة 19/5/2023 من صالة الاتحاد الكويتي لكرة السلة، مجمع الشيخ سعد العبد الله، ويحاول يحط له ثلاثية ويحط له ثلاثية، محمد عدنان الجنرال، الجنرال يحط له ثلاثية، حط له 10 نقاط في الربع الثالث لحد الآن، في الربع الرابع محمد عدنان، وأيضا تضيع الكرة، وفي فاول، 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 فاول لمصلحة كاظمة، 80-60 فرق 20 نقطة، الكويت متقدم، الحكم الدولي السوري حافظ الحلبي، شوف الكرة هني عزيز ريحان حاول يحط له نقطتين، لكن هني أيضا في فاول، فاول، فاول على عمران، فاول من هذا اللاعب عمران هو اللي عمل الفاول، ريكتور شان رميتين، الرمية الأولى ريكتور، الرمية الأولى وتضيع، تضيع من ريكتور، 16 نقطة مسجل ريكتور شان، الرمية الثانية يسجل ريكتور شان، يسجل الرمية الثانية، كرة مع الكويت، ماركوس يمرر،
محمد عدنان مع الكره. هو طبعا ان ال 24 ثانيه ما يستحي الفريق نادي الكويت في الهجمه، يلعب على المضمون. محمد حلوه شوف يحط له ايضا نقطتين. هذا حمد عدنان، هذا حمد اللي سجل. محمد اطلع ايضا. ريكتر تضيع، ياخذها مره ثانيه. ماركوس حاول، محمد عدنان مره ثانيه الى عزيز، حاول حمد عدنان، حمد على السله الى ماركوس ويحط له ثلاثيه. هذا ماركوس يحط له ثلاثيه، 22 نقطه، 22 نقطه ماركوس انتوني يسجلهم. وايضا الحكم يقول في خطا فني. شوف الكره هني مره ثانيه، كره حمد الى ماركوس. هني حسب الفاول على عمران، في خطا فني على عمران. هني بعد ما دخلت الكره سلت كاظمه، حاول حسب الفاول على سجل الحميدي. عزيز يسجل النقطه، الرميه الحره، كره ايضا لمصلحه نادي كاظمه لبلوشي. 4:35 على نهايه المباراه، وعزيز ريحان. عزيز كرة مقطوعة ياخذها محمد عدنان، هجمة سريعة، ولكن ريكتور يخطف له الكرة، والكرة مع الماجري إلى عزيز، إلى الماجري، ودانك حلوة صالح الماجري. دانك حلو صالح الماجري، دانك حلو. وأيضا الحكم مسفر يقول في خطأ فني. هذا مسفر رشيدي يحسب خطأ فني. شوف هني، هذا عزيز، شوف الكرة هني، كرة صالح الماجري بعد ما حط له دانك حلو. صالح الماجري دانك، ما فيها شيء لحد الآن، ماكو أي شيء. في تغيير، طلع صالح الماجري، هذا صالح الماجري، طلع صالح الماجري. أيضا الحكم جراح جمعان، وايضا الحكم الدولي السوري حافظ الحلبي. خلينا نشوف شنو القرار اللي راح يتخذونه. 4:19 على نهايه المباراه، مباراه الكويت وكاظمه ضمن بطوله كاس الاتحاد لكره السله. خسران راح يودع البطوله، واللي يفوز راح يكمل، والخسران راح يودع البطوله. هذا الحكم الدولي حافظ الحلبي. كرة باية لمصلحة نادي كاظمة، في خطأ فني لفريق نادي، لمصلحة نادي الكويت. عدنان، محمد عدنان يضيع منه الرمية. كرة أيضا راح تكون لمصلحة نادي الكويت تحت سلة الكويت، لأنه سجل نقطتين الماجري لأنه سجل نقطتين. كرة مع حمد عدنان فريق نادي الكويت. 4:15 على نهاية المباراة، 85 الكويت 64 كاظمة، فرق 21 نقطة. الكويت متقدم تحت السلة. عمران يمرر الى حمد عدنان، حمد ما يسجلها، ياخذها عزيز الى ماركوس حمد عدنان الى ماركوس، حاول يحط له ثلاثيه. ماركوس كره قصيره ياخذها حلوه. عزيز ياخذ الكره، وايضا الكره مره ثانيه. فريق تشوف نادي الكويت هو اللي قاعد يصوب على السله، وهو اللي ياخذ الريباوند، كأنه قاعد يلعب تمرين فريق نادي الكويت، لأن تنشات الكرة ياخذها لاعب نادي الكويت.
وياخذ الريباوند تنشات مره ثانيه وياخذها ايضا لاعب نادي الكويت. افترض من لاعبين نادي كاظم ايضا يتجهون للريباوند انهم ياخذون الريباوند. قلنا الكويت هو الافضل وهو اللي قادر يسيطر على المباراه. 85-64 فرق 21 نقطه الكويت متقدم وفي تغيير الكويت. راح يطلع ماركوس في رميتين. عدنان محمد عدنان الرمية الأولى يسجل طبعاً جانب اللاعبين نادي كاظمة. محمد عدنان يسجل الأولى راح يرمي الرمية الثانية. محمد عدنان الجنرال الرمية الثانية يا عدنان. محمد عدنان يسجل يسجل أيضاً الرمية الثانية. 17 نقطة مسجل محمد عدنان. 14 نقطة في الربع الرابع فقط محمد عدنان مسجل. كرة مع كاظم عبد العزيز الحميدي على السلة ويسجل نقطتين. عزيز عبد العزيز الحميدي حط له نقطتين. 12 نقطة مسجل لحد الآن عبد العزيز الحميدي. 3 دقائق على نهاية المباراة. كرة مع محمد عدنان إلى تركي. تركي وضيع يأخذها مرة ثانية. عزيز حاول يسجل. حلوة حلوة ألكسندر هذا ألكسندر الغيص. حلوة ألكسندر الغيص حط له أيضا ثلاثية حلوة. ألكسندر الغيص حط له ثلاثيات ثنتين في الربع الثاني. في الربع الثاني حاط له ثلاثيات ثنتين والكرة مع عزيز وفي فاول. فاول فاول لمصلحة نادي كاظم. عبد العزيز الحميدي هذا الحكم جراح جمعان يأشر يقول في فاول وفي رميتين. فاول ورميتين. شوف الكرة هني مرة ثانية. شوف عزيز هني الحكم حسب فاول على عمران. فاول على عمران جوهر وهذا عبد العزيز الحميدي الرمية الأولى. عزيز الحميدي الرمية الأولى الضيع. الضيع من عبد العزيز الحميدي الرمية الأولى وراح يرمي الرمية الثانية. عزيز الحميدي والرمية الثانية. عزيز يسجل يسجل عبد العزيز الحميدي الرمية الثانية. كرة لمصلحة الكويت. ألكسندر الغيص. تركي الشمري إلى أليكس. ألكسندر الغيص مع الكرة يحاول يمرر. سهو 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 إلى أليكس مرة ثانية. الهدهود يحاول يسجل ثلاثية ما يسجلها. هجمة سريعة على السلة عبد الله إبراهيم ويحط له نقطتين. عبد الله إبراهيم سجل 8 نقاط. عبد الله إبراهيم يحط له نقطتين وأيضا في رامية إضافية. هذا عبد الله هذا عبد الله إبراهيم عنده أيضا تمريرة حلوة من البلوشي إلى عبد الله إبراهيم. فاول نقطتين. يسجل أيضا الرامية الإضافية. عبد الله إبراهيم يسجل أيضا الرامية الحرة الإضافية. 2:05 2:05 على نهاية المباراة. تركي الشمري تركي مع الكرة. تركي فاول 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 على عبد العزيز. فاول على الحميدي. فاول على عبد العزيز الحميدي. شوف الكرة هني مرة ثانية. حاول يمر تركي. فاول 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 واضح على عبد العزيز الحميدي. فاول واضح على عبد العزيز الحميدي والنتيجة 90-70 فرق 20 نقطة وباقي 2 دقائق. 1:59 1:59. شوف هني شوف الحكم شو اللي راح يقرر. جراح جمعان حكم الدولي السوري حافظ الحلبي. شوف الكرة هني راح يتخذون قرار. راح يتخذون قرار
هل هو راح يعطي فاول متعمد على عبد العزيز الحميدي او فاول عادي؟ في اعطى تكنيكال فاول على على الكويت وعلى كاظمه، خطا فني على فريق نادي كاظمه وخطا فني على الكويت، وفي رميتين لان في فاول لمصلحه تركي الشمري. تركي يلا يا الداهيه، عندك رميتين. تركي الشمري الرميه الاولى يسجل، تركي الشمري يسجل الرميه الاولى. طبعا تركي الشمري حط له ثلاثيه في الربع الثاني، حط له ثلاثيه في الربع الثاني، حاليا في الربع الرابع يسجل الرميه الاولى. يلا يا تركي الرميه الثانيه، تركي الشمري وتضيع، تضيع الرميه الثانيه من تركي الشمري. كره مع البلوشي، احمد البلوشي يمرر عبد الله ابراهيم. عبد الله على السله يمرر الى عزيز، عزيز وفي فاول، فاول على تركي، فاول على تركي الشمري، وثلاث رميات لعبد العزيز ريحان، ثلاث رميات لانه قاعد يصوب عن طريق خارج القوس. شوف شوف كره عبد العزيز ريحان من برا القوس، اذا فاول ثلاث رميات، ثلاث رميات. الرميه الاولى يلا يا عزيز، عزيز يا عزيز الرميه الاولى حلوه، حلوه عبد العزيز ريحان يسجل الرميه الاولى. يلا يا عزيز نبي الثلاث، نبي الثلاث يا عزيز يا ريحان. الرميه الثانيه حلوه يا عزيز، يسجل ايضا الثانيه عبد العزيز ريحان، يحط الثانيه. يلا يا عزيز الثالثه يا عزيز عبد العزيز ريحان والثالثه. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا عزيز يا ريحان، حط الثلاث، ثلاث رميات ثلاث نقاط. كره مع الكسندر الغيث يمرر الى عزيز، عزيز محمد، عزيز محمد وفي فاول، فاول فاول فاول. شوف الكره هنا مره ثانيه، عزيز وفي فاول، فاول 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 لمصلحه نادي الكويت، وهو لمصلحة نادي الكويت. باقي دقيقة وستة وثلاثين ثانية، دقيقة وستة وثلاثين ثانية. 91 الكويت، 73 كاظمة، 91 73. وأيضا في مشاورات بين الحكام، بين مسفر الرشيدي وجراح جمعان، شنو القرار اللي راح يتخذونه؟ شوفني حكم عطى خطأ فني ايضا، تكنيكال ايضا، راح يعيدون الكرة بالبطيء، راح يشوفون الايرلس، ايضا راح يشوفون الايرلس. حكم الاول الدولي السوري حافظ الحلبي ومسبر الرشيدي، هنشوف على اي كرة بعد ما اعطى الحكم. طبعا خطأين فنيين على فريق نادي كاظمة. شوف هنا ايضا شنو القرار اللي راح يتخذونه. مسفر الرشيدي وحافظ الحلبي، هل في ايضا خطا فني وفاول متعمد في اخر دقيقه 36 ثانيه؟ مسفر الرشيدي هذا الحكم، هنشوف شنو القرار، شنو القرار اللي راح يتخذه الحكم. شوف هي ايضا هذا مسبر رشيدي، وايضا المدرب، مدرب نادي الكويت بيتر شومرز، ايضا في خطا فني، خطا فني ايضا على فريق نادي الكويت. اكثرت الاخطاء الفنيه، اكثرت الاخطاء الفنيه، مع انه يعني باقي دقيقه و36 ثانيه على نهايه المباراه، وفرق 18 نقطة، 91 الكويت 73 كاظمة. شوف الأخطاء، مسبر الرشيدي حكم وقراراته، هنشوف القرارات أيضا من حكمنا مسبر الرشيدي. أعطى طبعا أخطاء فنية لفريق نادي الكويت وأخطاء فنية لفريق نادي كاظمة. خلينا نشوف حاليا الكرة وين
وين راح تروح وشين القرارات طبعا اللي اتخذها الحكم. الحكم هو الأقرب، هو اللي شايف كل شيء عند الحكم، كل شيء عند الحكم. هذا الحكم الدولي السوري حافظ الحلبي في تغيير، في تغيير راح يطلع عزيز محمد، يطلع عزيز من اللي راح ينزل مكان عزيز. مباراة حقيقة بالبداية كانت وايد حلوة، كان فيها منافسة بين كاظمة والكويت، لكن بدأ الكويت يوسع الفارق، وصل الفرق إلى 20 نقطة وأكثر، لكن حاليا الفرق 18 نقطة. حكم الدولي حافظ الحلبي في خطأ فني، في خطأ فني لمصلحة نادي كاظمة. الرمية الأولى الضيع، الضيع الرمية الأولى من عبد العزيز البغدادي، راح يرمي الرمية الثانية. يلا يا البغدادي، عزيز يا عزيز، ويسجل عبد العزيز البغدادي، يسجل الرمية الثانية. وأيضا في خطأ فني لمصلحة نادي الكويت، أيضا الكويت راح يصوب على السلة، أيضا الكويت راح يصوب على السلة. من اللي راح يصوب؟ ماركوس، ماركوس انتوني، ماركوس انتوني راح يصوب. ماركوس يسجل الرمية الأولى، ماركوس يسجل الرمية الأولى، راح يرمي الرمية الثانية. إذا فيها ريباوند خلاص، يعني هذه آخر رمية، لأن اللاعبين قاعدين واقفين تحت. خلاص يسجل الرمية الثانية ماركوس، الكرة مع البلوشي. آخر دقيقة وثلاثين ثانية على نهاية المباراة، الكويت هو الأفضل وهو اللي متقدم، والبغدادي حط له ثلاثية حلوة، حلوة عبد العزيز البغدادي، ثلاثية حلوة. تهو نازل، تهو نازل البغدادي، حط له ثلاثية، السهو يسهو، حاول يحط له نقطتين ويأخذها مرة ثانية. البلوشي، أحمد البلوشي مع الكرة، البلوشي مرر إلى عبد الله، عبد الله إبراهيم الضيع، يأخذها عمران إلى تركي، تركي آخر دقيقة، آخر دقيقة من المباراة. تركي وخلاص، المفروض بعد الفريقين راضين في النتيجة، نقول مبروك لفريق نادي الكويت وهارد لك لفريق نادي كاظمة. 93 الكويت، 77 كاظمة، نقول مبروك وألف مبروك لفريق نادي الكويت وهارد لك لفريق نادي كاظمة. الكويت صعد إلى الدور الثاني، صعد إلى الدور الثاني، وكاظمة ودع البطولة، كاظمة ودع بطولة كأس الاتحاد. يقول هارد لك لكاظمة. طبعا شفنا مباراة حلوة، طبعا تقبلوا تحيات معلق المباراة علي الشطي، وترككم مع زميلي مشعل جوهر وضيوفه الكابتن عزيز ضاري وخالد الوهيب إلى الاستديو التحليلي، ومع السلامة.
رجعنا لكم اعزائي المشاهدين عقب ما انتهى الربع الثالث والرابع، ونشكر معلقنا علي الشطي على تعليقه مجريات المباراه باجملها، ونرجع حق كباتننا كابتن خالد روهيب والدكتور عبد العزيز ضاري. كابتن خالد، يعني ما شاء الله شفنا الربع الثالث والرابع، يعني 19-24 93-77، لكن شفنا يعني مجمل المباراه فيها نرفزه كثيره. طبعا نقول اول شيء جود لك او مبروك نادي الكويت. نعم. هارد لك نادي كارما. نعم. وهذا كان يعني متوقع امانه، يعني اذا بتكلم عن الورق نادي الكويت افضل من نادي كارما وهذا ما في شك، بس احب هم تحمد بالسلامه حق يوسف برحمه. نعم. اللي نتمنى له ان شاء الله تكون اصابته خفيفه، ما يكون يعني اصابته قويه وتبعده من نهايه الموسم هذا. صحيح. ونتمنى له ان شاء الله السلامه. احداث اللي صارت صراحه بالمباراه كلها ما لها داعي. نعم. ويمكن حتى بذكرها يعني انا ودي اتكلم. نعم. بنفس الوقت قاعد افكر انه ما له داعي حتى نذكر اسماء. نعم. اللاعبين اللي سببوا كل هالمشكله، لان انت هني قاعد تعطيه مثل بونص. نعم. وقاعد تذكر اسمه في تلفزيون ولا باي مكان. نعم. وتعطيه الـ يعني كأنك قاعد تكافئ ان انت لعبت وسويت مع، انا امانه اشوف ان هذه الاشخاص او هذه اللاعبين اصلا ما تستحق انك حتى تذكر اسمه بالتلفزيون. صح. لان انت ما قاعد تأدي الدور اللي انت مطلوب منك كلاعب، وانا يعني اعتذر.